اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر. واليوم الاهلي خط احمر، انتصارات المغرب هنا هتسمعوا صوتها، هنا هتسمعوا كلامها. اهلا بيك يا اسامه. اهلا بيك يا فارس، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. وطبعا عايشين حاله من السعاده الكبيره جدا بعلم المنتخب المغربي الشقيق الاحمر في الاخضر. يعني انتصار مهم جدا. أنا مش بقول المغرب كتب التاريخ، أنا بقول المغرب غير التاريخ. المغرب هي النهاردة التاريخ. يعني يمكن في اللحظة دي احنا عايزين نقول ان لما يجي احفادك ولما يجي اولادك في يوم يسألوك ويشوفوا المنتخبات العربية وهي في كأس العالم ويسألوك، هو فعلا المغرب عملت ده؟ فعلا منتخب المغرب كتب التاريخ ده؟ فعلا منتخب المغرب كان أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يوصل لنصف نهائي كأس العالم؟ هترد وتقول لهم أيوه، وكنت قاعد في الاستوديو بعد المباراة بتكلم عن فخر المغرب، بتكلم عن اللي احنا شفناه، بتكلم عن التاريخ، بتكلم عن فرحة العرب وفرحة الأفارقة وفرحة كل حد عارف يعني ايه منتخب بيصنع التاريخ. يمكن منتخب كرواتيا تخطى منتخب البرازيل، ولكن في رأيي موضوع المغرب غير، قصة المغرب غير، وحكاية المغرب غير. حكاية المغرب فيها ملحمة، فيها تفاصيل مختلفة، فيها ان انت كنت في المباراتين مش ند بس، ده انت في اوقات كتيرة جدا كنت انت الفعل والاخر هو رد الفعل. يمكن بعد هدف المغرب النهاردة تراجعت المغرب، ولكن ده طبيعي جدا، وهي داخل المباراة قدرت تدير امورها وتتخطى اسبانيا وتتخطى البرتغال. وبنشوف كريستيانو رونالدو وهو في لحظة صعبة جدا هتفتكر ان هي كانت قدام المغرب، بتشوف لويس انريكي ومنتخبه بيخرج في لحظه صعبه جدا وهي قدام المغرب، المغرب اللي كان عندها خطه، المغرب اللي كان عندها حاجه بتشتغلها وبتنفذها، ومدير فني بيجي وهو ليد الركراكي قبل شهرين او حوالي 3 شهور من الفتره الصعبه دي، والتخلي عن حليلو زيتش المدرب الكبير اللي ليه اسمه وتاريخه، ولكن انت كنت عارف انت رايح فين، كنت عارف عايز تعمل ايه. الركراكي لما قال ان هو بينتظر، ان هو لما لا ان احنا نحلم ان احنا نكون موجودين في النهائي او نتنافس لاخر البطوله، كان حد بيقول حاجه هو مؤمن بيها، شفناها داخل كل لعيب مغربي، شفناها داخل انطباع كل واحد في المغرب. ألف مبروك لمنتخب المغرب النهاردة، الفرحة عربية خالصة، فرحة بلون علم المغرب ولون العلم المصري وكل أعلام البلدان العربية والأفريقية اللي حاسة إن ده فخر ليها يا أسامة. بالتأكيد يا فارس، والقصة مش قصة كرة قدم الحقيقة، القصة إن أنت النهاردة كنت بتشوف الدار البيضاء في اسكندرية، كنت بتشوف الرباط في كافيهات القاهرة، كنت بتشوف فاس في كافيهات المحلة، كنت بتشوف طنجة في الزقازيق، كنت بتشوف كل مكان في مصر يكتسي بلون المغرب، كأنك بالظبط في الدولة المغربية. أنا النهاردة كنت في الطريق فقلت هتفرج على المباراة في كافيه، تقريبا حسيت إن أنا بالفعل في أحد ضواحي المغرب. كمية حماس مع كل كورة، مع كل هجمة، مع كل لحظة بتمر في المباراة بتقول لنا، يعني خلوني أروح لهشام الجخ شوية، الشاعر المصري الأهلاوي الجميل لما كتب عن التأشيرة إن الورقة والألوان اللي سابهم هشام الجخ سابهم لبدر بنون وسفيان بوفال، سابهم لنصيري، سابهم النهاردة لياسين بونو عشان يكتبوا العربي ممشوقا في هامته، بيقدم نفسه للعالم في مجال كرة القدم وبيقتحم الأربع مراكز الكبار على مستوى العالم. النهارده ما كانش فيه تاشيره، النهارده بالفعل كان السودان وجيبوتي ولبنان وسوريا ومصر وليبيا والجزائر وتونس وموريتانيا والخليج العربي كله تحت علم ورايه المنتخب المغربي. حتى افارقه النهارده كنت تشوف الشعب السنغالي قد ايه بيحتفل بفوز المنتخب المغربي، فتعرف انها ليست مجرد كره قدم، لا دي أحلام كتير جدا، أحلام تقدر تصدقها. النهاردة ما كنتش محتاج جواز سفر أو ختم عشان تشجع منتخب المغرب. النهاردة منتخب المغرب كان بيلعب على أراضي قطرية، أراضي عربية،
كأنه بيلعب في بلده التاني بالظبط. أكيد سعداء للمنتخب المغربي، أكيد سعداء للرسالة اللي قدمها المنتخب المغربي اللي كانت لا تخلو على الإطلاق من الحماس، لا تخلو على الإطلاق من الانتماء، بتقولك أن أنت بالروح القتالية والتخطيط والعلم تقدر أن أنت تصنع المستحيل. لما وليد الركراكي قال حان الآن موعد أننا نحلم أن يكون هناك فريق عربي بيقدر يفوز على بكأس العالم أو ينافس على كأس العالم، ما كانش يدرك أن هو كان يقصد النسخة دي، ولكنها تحققت في النسخة دي. ليه؟ لأن وليد الركراكي اللي وصل للمباراة النهائية قائدا لفريق الوداد البيضاوي المغربي أمام النادي الأهلي بغض النظر عن ملابسات المباراة والبطولة، تخيل بعد البطولة وبعد حصده اللقب كان بياخد دورة الإبرو، وكان معاه بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي. الإبرو كان مدير فني وطني مصري قدر أن هو لما يصل لمستوى من البطولات أو تدريب لأحد الفرق الكبيرة قدر يشتغل على نفسه وياخد بالعلم. وليد الركراكي خد بالعلم وخد بالوطنية والانتماء، فقدر يطلع أقصى ما لدى المنتخب المغربي. يمكن فارس كان بيتكلم عن حليل وزيتش اللي تم إقالته قبل شهرين من بطولة كأس العالم، ويمكن كتير جدا من خبرائنا الفنيين في مصر كانوا بيتكلموا أن ده المدير الفني الأفضل لمنتخب مصر أو للنادي الأهلي، ودخلنا في مقارنات كتيرة جدا. لكن الاتحاد المغربي كان شايف أن جو الصدام اللي كان موجود ما بين بعض اللاعبين وكبار النجوم مع زي زياش مثلا مع حليل وزيتش بيقول ان الامور مش هتروح لمكان بعيد، فكان لازم من مدير فني وطني وقرار جريء، خدت قرار جريء، خدت قرار مدروس، خدت واحد ثقف نفسه بشكل كبير جدا، قدرت تحقق الانجاز ده امام فريق المنتخب البرتغالي اللي هو كان عنده ازمه كبيره جدا ما بين المدير الفني، ما بين كريستيانو رونالدو، ما بين الاتحاد البرتغالي لكره القدم. يمكن كان في دخان ظهرت ناره النهارده من جوليوس كريستيانو رونالدو المباراه الماضيه ومحاوله ان هو ما يتدربش بعد المباراه الماضيه، ويطلع الاتحاد البرتغالي يدافع عن كريستيانو رونالدو، ويطلع رونالدو يقول يا جماعه والله ده احنا كلنا كويسين وامه قادره على تحقيق الحلم، ويطلع المدير الفني يقول انا قلت كريستيانو رونالدو يتم استبعاده من المعسكر. كريستيانو رونالدو منضبط جدا، كان كلام كتير جدا، معروف ان لو المنتخب المغربي ظهر بالصوره اللي ظهر بيها النهارده يقدر يتخطى البرتغال. ليه؟ لانه على قلب رجل واحد وكان وراه كل الشعب العربي والشعب الأفريقي. فهنيئا لشعب المغرب بمنتخب الرجال أسود الأطلسي، هنيئا للشعب المغربي وهنيئا للشعب المصري أيضا. يمكن يا جماعة احنا هنا عندنا رسالة من بدري ان كرة القدم بتقرب، كرة القدم بتضم، كرة القدم تقدر تخلينا نبقى كتير جدا بنفتكر حاجات كنا نسيناها. وانا قلت هنا قبل كده ان زي ما كرة القدم في وقت بعدت بينا شوية وفرقت بينا شوية، هي قادرة كتير جدا تقرب بينا تاني لو احنا قدرنا ده. ولكن انا عايز اروح لرسالة مباشرة، يمكن الناس بتقول ده وقت الفرح اكيد هنروح لصور فيها افراح، ولكن أنا برضو معني بمنتخبنا المصري ومعني بحاجات كتيرة جدا. بالعكس أنا شايف دي اللحظة اللي لازم تتقال فيها، ودي اللحظة اللي لازم نقف قدام نفسنا فيها، ودي اللحظة اللي لازم نسترجع فيها ده. لما قلنا إن وحيد حليلو زيتش كان موجود في فترة من الفترات كمدرب للمنتخب المغربي كان شيء مهم جدا، ولكن أنت عندك منتخب المغرب في لحظة من اللحظات كان عنده رئيس اتحاد زي ما بيتكلم كل المغاربة دلوقتي، شاف ان هي دي اللحظة بتاعة التغيير حتى لو انت عندك مدرب كبير. ليه؟ لان دي مخاطرة محسوبة. وامتى تديك كريدت دلوقتي؟ لما طلع قراره كان في رؤية، راح شاف الركراكي، شاف بعض المشاكل ونجم زي زياش زي ما أسامة قال لكم، وبعض الأمور التانية اللي خلت مش بس الخروج من أمم أفريقيا، لا اللي خلت هو شايف الخطوة الجاية المغرب ممكن تطلع فيها أداء مشرف وبرافو والناس تسقف. ولكن أنا مش عايز كده، أنا عايز تجربة فيها روح مختلفة، وكان ده كلمة السر، الروح. هنا البعض هيجي يتكلم أصل إحنا هنا داخليا والأندية والجمهور، انسوا، عندك الجمهور المغربي جمهور متحمس جدا للأندية المغربية، وجمهور الوداد والرجاء دايما بينهم منافسات، وإعلام الوداد والرجاء بينهم منافسات وكلنا عارفين ده. ولكن المسؤول بتاع اتحاد الكورة هو عارف عنده ايه، عارف انه راح جاب الركراكي واستغل
كان احد الاسباب اللي ايضا خلت القرار يكون فيه اريحيه حتى لو كان فيه رؤيه لده، انك تروح تجيب الركراكي اللي فاز بدوري ابطال افريقيا على حساب النادي الاهلي، ويبقى الشارع المغربي شايف ان المدرب ده عنده حاجه كبيره حتى لو ملوش تاريخ في تدريب المنتخبات الوطنيه حتى في مراحل الناشئين كمدرب. ولكن في هنا رهان، مفيش نظريه ان انا اجي اجيب مدرب مصري زي ايهاب جلال في لحظه من اللحظات وبعد ما مشي كيروش واقول ان ده المدير الفني اللي انا مقتنع بيه، طيب وتقدمه للرأي العام كده، ثم بعد فترة وجيزة جدا وفترة قليلة جدا تؤكد ان لا في تخطيط ولا في دراسة ولا في تحديد للأهداف، تيجي تقول انا خلاص إيهاب جلال ده مش عايزه، اصلا انا جبته عشان وقتها كان ما معناه السيولة نجيب مدرب اجنبي. ليس هكذا تدار كرة القدم، ليس هكذا المنتخبات تصنع شأن. ممكن تنجح ولكن هيكون نجاح الصدفة. قيس كمان يمكن البعض، لا انا بربط، شوف مساندة الأندية المغربية. نختلف وكان عندنا موقف مع الوداد وعندنا موقف مع الاتحاد المغربي، ولكن انت بتشوف ازاي؟ انا مش عايز اخد حق مش حقي، ده على الاقل اديني حقي. شفنا هنا ان حتى الأندية اللي انت تقدر تدعمها ما كنتش بتدعمها، وكنت بتسيبها تخفق، وبل بالعكس بتشارك في اخفاقها. كل ده لازم نحاسب نفسنا عليه لو عايزين نشوف نفسنا في المونديال القادم بنعمل حاجة، لو عايزين نشوف تاريخ بنصنع فيه حاجة، لو عايزين بجد ما نقعدش نتفرج ونكتفي بمشهد المتفرج اللي بيسقف للمنتخب المغربي وعايز يشوف منتخب بلاده بيعمل حاجة، يبقى هي دي اللحظة اللي لازم نحاسب نفسنا كتير. وافتكروا يوم ما حد موجود في الرياضة قدم استجواب كان عن إيقاف لاعب زي شيكابالا، وهنا أنا ما بتكلمش عن اللاعب خالص ولا بروح لنادي، ولكن بتكلم عن فكرة إحنا مهمومين بإيه؟ احنا مهمومين ان حتى يوم ما بنقدم استجوابات مش عشان ازاي نطور الكره المصريه، احنا عشان ازاي لاعب يتوقف وعشان لاعب ما يتوقفش. واعتقد دي اللحظه اللي لازم نراجع نفسنا فيها، لان زي ما انا فرحان للمنتخب المغربي وسعيد من قلبي، مهموم بمنتخب مصر. هو الحقيقه طبعا كلنا بنبقى مهمومين بمنتخب مصر، لكن احنا عايزين نشارك المنتخب المغربي يعني افراحه بالوصول، اللي بالتاكيد لو كنت سالت وليد الركراكي نفسه او اتحاد كره القدم المغربي نفسه قبل البطوله ما كانش هيحلم ابدا ان هو يتواجد في المربع الذهبي. والقصه زي ما قال فارس قصه اداريه، ولكن لازم نحط برضو نقط داخل اطارها، الا وهو الاحتراف. اللعيبه اللي موجودين النهارده في المنتخب المغربي لعيبه محترفين في دوريات كبرى، عندهم ثقه في انفسهم كبيره جدا، زملوا المنتخبات او لاعبي المنتخبات اللي واجهوها سواء البرتغال او بلجيكا او اسبانيا اللي هي المنتخبات القويه اللي واجهوها، وقدروا ان هم خلاص خدوا حساسيه المباريات دي. احنا عندنا لما بنيجي نتكلم عن محترفين بنتكلم عن محمد صلاح فقط لا غير. جزء ايضا ساعد المنتخب المغربي وهو اللاعبين اللي نشأوا ضمن دوريات اوروبا من البدايه، فكان عندهم ثقافه اللعب مع اعتى المدارس القرويه في العالم. الجزء الاخر اللي لازم لا نغفله على الاطلاق ان كمان البطوله منظمه على ارض عربيه، وبالتالي المنتخب المغربي هو المنتخب العربي الوحيد الذي استغل خاصيه الارض والجمهور. كان موجود المنتخب السعودي كان يقدر يستغلها ويذهب بعيدا، ولكن بعد الفرحه والفوز على الارجنتين تغاضت احلامهم وبداوا يفكروا في انهم فازوا على الارجنتين فخسروا المباراتين التلاتين وخرجوا من البطوله، رغم عندهم فريق او منتخب كان يقدر يستغل الارض والجمهور ويكمل. كل دي ظروف ساعدت على النجاح، الظروف دي كنا محتاجين جدا جدا المنتخب المصري يكون متواجد فيها. وارد جدا البطوله دي لو بتتلعب في روسيا او بتتلعب في دوله اوروبيه ما كانش يقدر المنتخب المغربي يصل لهذه المكانه. بالتاكيد الجماهير في المدرجات والحماسه القويه في المدرجات وصلابه الدفاع والروح القتاليه اللي موجوده مع المنتخب المغربي مع التوفيق وعامل التوفيق ايضا وصل المنتخب المغربي لهذه المكانه الكبيره. ان انت تكون ضمن المربع الذهبي في كاس العالم ده موضوع مش سهل، موضوع كبير جدا، لكن اكيد اخطاء الاتحاد المصري لكره القدم واضحه للجميع، لكن الاتحاد المغربي اشتغل، وكمان الظروف اللي كانت مساعده، البيئه المغربيه وبيئه اللاعبين اللي نشأوا فيها والاحتراف لمعظم لاعبي المنتخب المغربي فرقت كتير جدا جدا في تحقيق هذا الانجاز، والتوفيق راح للمجتهد، والمجتهد النهارده كان المنتخب المغربي زي ما كان مجتهد جدا في المباراه الماضيه امام المنتخب الاسباني. يمكن كره واحده جت في القائم في الدقيقه 120 كانت ممكن تطيح بالمنتخب المغربي بره، وكان كل القصه الصعود لدور ال 16، وده اللي كان منتظر من المنتخب المغرب. فلا نغفل عامل التوفيق، عامل الارض، احتراف اللاعبين والبيئه التي نشأوا فيها الاوروبيه اللي ساعدت كتير جدا ان هم يتاقلموا مع مثل هذه المباريات ويكون عندهم ثقه ويكون عندهم تقل في الملعب بلغه الكره. ده طبعا
يعني زي ما النادي الأهلي هنأ المنتخب المغربي والشعب المغربي بالفوز على أسبانيا، النادي الأهلي يهنئ الشعب المغربي أيضا بالوصول إلى المربع الذهبي، الشعب المغربي والمنتخب المغربي الذي أسعد كل العرب. حقيقي النهاردة كلنا كنا خلف المنتخب المغربي، فألف مبروك مرة أخرى للمنتخب المغربي وللشعب المغربي. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل مستمرين معاكم في حلقة الأهلي خط أحمر. ورجعنا لكم والأهلي خط أحمر، وعلم المغرب أيضا يتحلى اليوم باللون الأحمر وكتابة التاريخ. زي ما بقول المغرب فعلا النهاردة طلعت سلم المجد قدام كل الناس وقدام العالم كله. اتفرجوا شوفوا الوكالات الأنباء العالمية ازاي بتتكلم عن ملحمة المغرب. عشان كده كنا بنقول لازم نتعلم من الدرس ده، وان شاء الله الأفضل للكرة المصرية. ولكن مهم جدا نعيش معاكم لحظات وبعض الصور وبعض المشاهد من الفريق اللي اتبنى بالشكل ده، من وليد الركراكي اللي كان عنده توليفة جميلة جدا. يمكن لو شفنا الصورة دي بعض الصور هنا، هو ده وليد الركراكي. الراجل ده قدر يخلق حالة وروح كتير جدا ما كانتش موجودة لدى المنتخب المغربي، اللي في بعض البطولات يمكن كان بيفتقد الروح دي، واتبنت من حب اللاعبين. دي لحظة يا أسامة، صورة أخرى يعني كرة القدم، كرة القدم تبكي الآن. كريستيانو رونالدو وآخر بطولة كأس العالم بالتأكيد لكريستيانو. يمكن كان في حزن كبير جدا ان هو لاعب احتياطي، ولكن هذه هي كرة القدم. بالأمس نيمار يبكي وكل يعني راقصي الصمبا يبكي. مش عايز يبكي. لا انا مش عايز ميسي يبكي، ما تهزرش. ولا احنا عايزينه امبارح. وانا بحب كريستيانو جدا، لان شخصية بالنسبة لي شخصية فولاذية، ولكن امام المغرب يعني الكل يعني يختفي امام انتمائنا العربي. ده طبعا ياسين بونو ومحاولة يعني التسجيل بقى بشعر راسه ما نفعتش معاه في ماتشات المغرب. وياسين بونو الحقيقة عمل بطولة قوية جدا، والدفاع والمنتخب المغربي الحقيقة عمل بطولة قوية جدا. يعني حتى الهدف اللي تم تسجيله في مرماه هو هدف أنجول، وأقوى أقوى فريق حافظ على نظافة شباكه في كأس العالم هو المنتخب المغربي. يمكن ياسين بونو خد رجل المباراة، عنده 3 إنقاذات محققة. ولكن هنا يعني أنا بشوف يا جماعة إن أحيانا بتبقى فيه مشاهد لا علاقة كده إن تبقى في التاريخ، زي المشهد اللي قدامكم ده. كريستيانو رونالدو وهو طبعا لا أحد ينكر إنه الصورة بس اللي قبلها وإحنا بنتكلم، كريستيانو رونالدو لا أحد ينكر أبدا إنه هو جزء من كرة القدم اللي عاش السنوات بتاعت ميسي وكريستيانو رونالدو. ما يقدرش ينكر إن هم متعة كرة القدم، ولكن المشهد ده إحنا اعتدنا إن إحنا نشوفه، وكريستيانو رونالدو هو اللي بيرتقي قدامنا وبيلعب الكرة بكل البراعة دي. ولكن يشاء المشهد ان احنا نشوف حاجة استثنائية. كريستيانو رونالدو أسامة بيتفرج على الكرة دي وهو قاعد على الدكة، يعني تاريخ أكيد. وكان زعلان ورد فعل وحاول لما نزل، ولكن شيء دراما جدا ان هو يشوف المشهد ده. هو كأس العالم الحقيقة يعني في دراما كبيرة جدا جدا، وده طبعا من ضمن بقى الدراما اللي دايما بنشوفها، بس اللي هي الحاجة أشرف حكيمي والمجهود الكبير اللي بذلته والدته عشان تطلع بطل. النهاردة أشرف حكيمي اللي كل مباراة وكل انتصار بيفتخر بأمه اللي تعبت كتير لدرجة انها كانت بتشتغل يعني شغلانات صعبة جدا 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 عشان تطلع لنا البطل ده. ودي قصة أبطال كتير جدا يا جماعة، وده دور الأم في كل مكان. وعلى المقابل طبعا يعني سفيان بوفال واللقطة الشهيرة دايما مع والدته، ويمكن النهاردة يعني بيتصدر الترند هو أشرف حكيمي والرقصة الشهيرة مع والدته في أرض الملعب. يعني شيء عظيم جدا، وأنا بقول لكم ليست مجرد كرة قدم يا جماعة، دي مشاعر وانفعالات حقيقي حقيقي. ساعات بنبقى متضايقين جدا من كرة القدم وقت الهزائم وقت فقدان البطولات، لكن بجد بجد أنا ساعات بشفق على اللي مش قلبه متعلق بكرة القدم، اللعبة اللي فيها كل الانفعالات دي وفيها كل المشاعر دي. فشكرا للشعب المغربي، وطبعا ابننا بدر بنون بنعتبره ابننا اللي ساهم في الإنجاز ده، وبالتأكيد له ردود
يعني ماليه على النادي الاهلي، لان كل يوم بيقعدوا بدر بنون خلاص هيقعد لليوم الاخير، كل يوم كان بيقعدوا كان بيكون يعني مبلغ مالي داخل سجلات النادي الاهلي، وقصه مهمه جدا. ويمكن كمان بدر بنون من اللعيبه اللي انا سعيد طبعا بتواجدهم في البطوله، لاعب محبب الى قلبي، ويمكن انا شايف ان ما زلت عند رايي ان كان ممكن نستفيد منه بشكل اكبر، ولكن بنون حسنا فعل يعني في الفتره اللي كان موجود في الاهلي فيها. كمان المشهد الاخير شفته بيبي، ويمكن ده بقى حديث وكالات انباء كتير جدا، لقطه غريبه بيبي بيضيع كوره فلاعب منتخب المغرب بيروح بيبوس دماغه، يعني بيقول له يا اخي ابوس دماغك ان انت ضيعتها. كان مشهد غريب وغير مألوف في كره القدم ان انت داخل المباراه بتعمل كده، ولكن يمكن ده جزء من المشاعر اللي كانت غير طبيعيه للفريق المغربي، اللي حتى خلاهم على فكره هو شعور غير مفتعل، هو فعلا انا ببوس دماغك ان انت ضيعت الكوره، ويمكن اول مره انا اشوف مشهد زي ده يعني في مباراه للامال. لا في مشهد تاني يعني، ناصر فاروق حضن حسام حسن لما حسام سجل الجول. طبعا يعني عايزين نحطكم في الاحداث، فرنسا متقدمه 1-0 على منتخب انجلترا، ولكن في يعني كده محاوله فار وركله جزاء لهاري كين، لسه احتماليه وجود ركله جزاء طبعا ده يعني عشان تبقوا موجودين في كاس العالم. لكن كاس العالم امبارح كان برضو له يعني حاله خاصه جدا جدا جدا، ده حقيقي. المنتخب البرازيلي والمنتخب الكرواتي، والمنتخب البرازيلي بيعمل رقم سلبي مع رقم يعني نيمار الايجابي اللي هو بيعادل ارقام بيليه في الاهداف المسجله مع المنتخب البرازيلي، ولكن بيجي المنتخب البرازيلي يتقدم في الوقت الاضافي، وده في الادوار الاقصائيه يا جماعه اي منتخب كان بيتقدم في الاشواط الاضافيه كان بيحقق الفوز. المنتخب البرازيلي امبارح اتكسرت القاعده، والمنتخب الكرواتي بقياده مودريتش بيحقق التعادل وبيصلوا لركلات الترجيح، وبتفوز كرواتيا بركلات الترجيح، وبتعود كرواتيا مره اخرى اللي عامت للبطوله الثانيه على التوالي انها تكون في المربع الذهبي، عشان تكون في مواجهه مين؟ مواجهه المنتخب الارجنتيني اللي كان امام هولندا متقدم 2-0، قلنا خلاص البطوله خلصت. لكن يعني نموذج كده من الوقت بدل الضايع، وفي الدقيقه العاشره قلبنا بيتوقف، هتقول لي انت ايه؟ انا اقول لك ده حاجة انا غريبة. قايل لك كلنا ارجنتيني الهوا. لا لا لا، انا عايز اقول لك حاجه. طب انت قلت اتكلمت الامانه في ميولك الارجنتيني، احنا فجاه بعد خروج البرازيل حتى في ناس انا بشجع البرازيل، انت مش طبيعي مش هتتعاطف مع الارجنتين في حاله امبارح، لا الارجنتين والبرازيل ما يخرجوش في يوم واحد. ايوه يوم صعب، واغلب الناس انا شفتها نفس الشعور ده. فيعني بركلات الترجيح قلنا يا عم ايميليانو دورك بقى، يعني انت متمكن في القصه دي، فايميليانو يعني ينقذ ميسي ورفاقه ويصعد بركلات الترجيح. لكن في بقى حاله كده حصلت لميسي غريبه، ميسي الهادي الوديع اللي احيانا في اوقات كتيره جدا كان بيبقى بيرمي الفوطه، حتى هو لاعب في برشلونه في بعض المباريات زي مواجهه ليفربول الشهيره كان بيبقى يعني خلاص استانس كده في الاخر وفقد الامل. ميسي ما كانش في الحاله دي امبارح، لا اثناء المباراه ولا بعد المباراه. اثناء المباراه في لقطه شهيره جدا رايح يحتفل امام مدرب منتخب هولندا فان خال، لا دي بعد المباراه، انا عايز الاحتفال بتاع ريكيلمي، الاحتفال اللي احتفله بعد الهدف الثاني وهو حاطط ايديه ورا ودنه كده لفان خال، لان التصريحات ايوه دي ميسي مش بتاع الكلام ده كمان. ميسي رايح قدام يعني المدير الفني للمنتخب الهولندي بيعمل كده. طب ليه بقى القصه؟ خلوني اقول لكم القصه، ان الارجنتينيين عندهم مشكله جدا كبيره جدا مع فان خال من لاعبين كبار. ريكيلمي طبعا كان احد يعني المواهب اللي كان مشهود لها بالكفاءه، وده طبعا احتفاله. ريكيلمي كان انضم لبرشلونه وقت ما كان فان خال المدير الفني لفريق برشلونه، تقريبا هي سنه واحده او موسم واحد، وريكيلمي بسبب فان خال ساب فريق برشلونه وطلع وقتها قال انا اصلا ما كنتش عايزه، انا كنت عايز جونزاليس من الارجنتين والاداره هي اللي جابت ريكيلمي. فتخيل ميسي بمخيلته دي، وازاي تواصل الاجيال جاي قدام فان خال يفكروا مين هو ريكيلمي الارجنتيني، والاجيال اللي بتتواصل ده فين؟ ده بعد الجول الثاني. بعد المباراه راح ميسي شاور لفان خال الصورة الثانية بقى اللي هي كده، ليه؟ لتصريحات فان خال ما قبل المباراة، قال إن كرة القدم الأرجنتينية أو المنتخب الأرجنتيني هي دي الصورة، ما بيقدموش حاجة كبيرة ومردودهم الفني ضئيل، وأشار بنفس إشارة ميسي، فميسي يعني ما عدهاش، شالها له لغاية لما تخطى ركلات الترجيح وراح قال له أنت للمنتخب ده، وكمان طلع تصريحاته وقال إزاي يكون هو منتخب بيعتمد على اتنين طوال وكرات عرضية عشوائية سجل منها هدفين، جاي بيتكلم عن المنتخب الأرجنتيني. فمشكلة فان خال مع الأرجنتينيين
كانت كبيره جدا، حتى هو بيدرب مانشستر يونايتد كان احد الاسباب اللي قضى على دي ماريا. فواضح جدا ان في تصريحات يعني سموه في الاعلام الارجنتيني الثرثار، في تصريحات كتير قالها قبل المباراه، حتى لما قال لو وصلت لركلات الترجيح انا الاكفأ. وهنا بصراحه انا وقفت عند النقطه دي كتير، يعني اديني اماره، اللي هو انت جايب الجرأه دي منين؟ منتخب هولندا لعب ركلات ترجيح 10 مرات منهم 8 في بطولات كبرى، فاز مرتين و8 مرات بره. اخر ركلات ترجيح ما بين هولندا والارجنتين في 2014 الارجنتين هي اللي فازت. فانت على اي اساس بتقول انا كفتي ارجح؟ طلع طبعا ايميليانو مارتينيز اتكلم بعد المباراه وقال عليه ان يدرك امام الارجنتين ان يتكلم قليلا او يصمت على الاطلاق. فكانت دي بعض المناوشات اللي حصلت بعد المباراه، وعشان انا ارجنتيني الهوى اتمنى الارجنتين تكمل، وان كان كل امنياتنا للمنتخب العربي المغربي انه يحقق الاعجاز ويحقق البطولة ويفوز بكأس العالم، لكن لو ما قدرش يصعد المباراة النهائية فأنا أكون داعما لكرة القدم إنها تنتصر لرحلة ميسي ورحلة الشعب الأرجنتيني اللي كانوا عاملين قبل كأس العالم كده حالة. قال لك إحنا في 86 كانت الدنيا بتمطر عندنا وإحنا بنلعب كأس عالم، قال لك إحنا عندنا مارادونا أعظم لاعب وقتها في العالم وعندنا ميسي دلوقتي. فها بقى ها بص، في امبارح حالة كمان لها علاقة بالمنتخبات اللي هتصعد نصف النهائي. النسخة اللي فاتت يا جماعة كان نصف النهائي أشبه بأمم أوروبا، 4 منتخبات، بلجيكا، كرواتيا، كانت كل المنتخبات اللي وفرنسا طبعا، المنتخبات الأربعة اللي وصلوا نصف النهائي كانت منتخبات أوروبية. الأرجنتين كسرت ده، والمغرب جت عملت المفاجأة وقالت لا الوضع مختلف المرة دي. الأرجنتين وأنا بشوف ميسي، يمكن أنا كنت بتكلم في قصة الحالة النفسية لميسي، أنا شايف إن كمان ميسي حتى بعد المباراة في المؤتمر تصريحات، بالنسبة لي ميسي ليس بهذا العنف أو هذه العدوانية، يعني وصف أحد الناس بالأحمق خلال المقابلة الصحفية، وكان ناس كتيرة جدا بتتكلم امبارح أن ميسي لا، ميسي مش ده النيرف بتاع ميسي، مش ده السلوك النمطي لميسي. وأنا بقى شايف اللي أسامة قاله، لا ميسي كمان بياخد ده وبياخد أمور من التاريخ وبياخد الجو اللي حواليه عشان يخلق لنفسه دوافع. أنا شايف إن ميسي هو محتاج البطولة دي، شايفها آخر بطولة ليه في كأس العالم، شايف إن هو يقدر يخرج بصورة تاريخية. ميسي طبعا بعد ما حقق بطولة أمريكا الجنوبية طبعا مع منتخب الأرجنتين طبعا فرقت معاه، وأكيد طبعا هو كان سعيد بيها، ونفتكر وقتها قد إيه سعادة اللاعبين بيه، فما بالك كأس العالم يا جماعة. مارادونا كأس العالم مازال عالق في أذهان الناس إلى هذه اللحظة، ما بالك ميسي. ميسي هو، أنا بقول لكل حد بيتفرج على منتخب الأرجنتين، كل دقيقة موجود فيها ميسي في الملعب علينا جميعا إن احنا نستمتع بليونيل ميسي، علينا جميعا إن احنا ندرك تماما إن ده آخر كأس عالم هتشوف فيه ميسي. اللي جاي يا جماعه ما فيهوش ميسي، فاستمتعوا بميسي، استمتعوا امبارح زي ما شفنا بتمريره. ايه ده؟ هو في كده؟ عكس قوانين الطبيعة وعكس كل حاجة أنت ممكن تعتادها. وشفت تصوير من فوق طبعا الملعب لتمريرة ميسي، أنت عمر دماغك ما هتروح أن ميسي يلعب الكرة بالشكل ده، ولكن ميسي هو ميسي. عشان كده كأس العالم بجد بجد هذه المرة هي رهان ميسي اللي بيخلق عشانه تحديات ودوافع بيشحن بيها نفسه قبل أي حد. بص، هو القصة باختصار شديد أن كرة القدم في احتياج شديد، في احتياج شديد ان يفوز الارجنتين وميسي بكاس العالم. يعني تكون القصه والروايه والحدوته مقبوله، ما يبقاش في ظلم لكره القدم. يمكن ميسي كان ضحيه نجوم كتير جدا، ان اطلقنا عليهم نجوم في منتخب الارجنتين على راسهم هيجوايين مثلا في بطولات كتيره جدا في صناعه اهداف محققه، ولكن بتضيع الاهداف المحققه وبيدفع ميسي الضريبه من ان تاريخه يكون ما فيش فيه حتى هذه اللحظه كاس العالم. فعدالة كرة القدم اللي هي بتكون عادلة على مر الزمان إنها تمنح الأرجنتين هذه البطولة، إن لم تمنح أو يستطيع اقتناصها المنتخب المغربي، اللي بالتأكيد المواجهة هتكون صعبة جدا سواء أمام المنتخب الفرنسي المتقدم حاليا على المنتخب الإنجليزي، أو حتى المنتخب الإنجليزي لو عاد في المباراة. ولكن يعني دعونا ننهي النهاية السعيدة لكرة القدم مع ميسي بالفوز بكأس العالم. ده كان كلامنا عن كأس العالم، وكان كلامنا عن المنتخب المغربي، وكلامنا عن المنتخب الأرجنتيني وتحديدا ميسي بعد خروج نيمار، والآن أو اليوم خروج كريستيانو رونالدو. أكيد هيكون في إمبابيه اللاعب يعني
مضيء جدا في بطوله كاس العالم دي، اكتر لاعب صنع اهداف، يمكن ميسي ياتي في المرتبه الثانيه بعده، صنع 6 اهداف. ميسي على مدار تاريخ كاس العالم من 1966 ساهم في 17 هدف، يتبقى له هدفين فقط لا غير يساهم فيهم. لا ده انا بتكلم عن ميروسلاف كلوزا اللي هو 19 هدف يعني ساهم فيهم كاعلى لاعب ساهم في اهداف في كاس العالم. ميسي كمان تخطى رقم الارجنتيني مارادونا، مارادونا طبعا يعني ساهم في 16 هدف، ميسي ساهم في 17 هدف. هنشوف الرواية هتخلص على ايه في كأس العالم اللي خارج التوقعات، عشان لما يجي واحد كان يقول لكم في البداية ان ممكن يتوقع صعود قطر وتطلع قطر بدون صعود، تعرفوا ان دي كانت من مفاجأة وخارج التوقعات. نشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم وبرنامجكم الاهلي خط احمر، والاهلي كان خط احمر فعلا، وشباك النادي الاهلي وتصدره وحفاظه على الصداره لسه برضه عند الاهلي خط احمر، وده شيء مهم جدا. تلعب مباراه صعبه جدا قدام المحله، صعبه لظروف كتير جدا هنقف معاكم هنتكلم عندها، هنفكر معاكم بصوت عالي هل ده كان طبيعي ولا لا، ده ظروف خارج الملعب، انما داخل الملعب أعتقد الآن رحيل بابا فاسيليو ممكن تلاقوه شيء عادي جدا، لأن كولر أثبت في المباراة دي إن كولر فعلا عنده حاجات كتيرة جدا بيقدمها. يمكن كنا اتكلمنا أسامة في حتة دخول الأطراف وحاجات اتكلمنا فيها إزاي تحركات اللاعبين دايما الجناحين بيكون للعمق، شفنا في المباراة دي لمحات كتيرة من ده، شفنا كمان إزاي عبد القادر وسافيو بيتبادلوا مع بعض احراز الاهداف، سافيو بيصنع المباراه اللي قبلها لعبد القادر، عبد القادر بيردها وبيصنع لسافيو وبتاخد الثلاث نقط من المحله، وجمهور النادي الاهلي اللي كان حاضر بقوه. اعتقد المباراه كان فيها حاجات كتيره جدا بالنسبه لنا ايجابيه. بالتاكيد خليني اقول لك ان احنا كنا بنلعب فريق غزل المحله وهو وصيف الدوري في التوقيت ده، يعني انت كنت بتلعب فريق غزل المحله وهو في اقوى حالاته، عنده حالة من الاستقرار الفني بعد يعني المساعدات اللي تقدمت من خلال رابطة الأندية لفريق غزل المحلة، الاستقرار المدير الفني مع فريق غزل المحلة، كل دي أمور كانت بتقول أن فريق غزل المحلة في أفضل حالاته. كمان ملعب غزل المحلة ملعب يعني كلمنا فيه كتير جدا مش بيساعد لاعبي النادي الأهلي على إبراز يعني أفضل ما لديهم، الموضوع بيكون فعلا صعب جدا، وده مش تقليل على الإطلاق من فريق غزل المحلة أو نادي غزل المحلة، ولكن حقيقي ملعبهم من الملاعب الصعبة جدا. أضف لذلك الجماهيرية والشغف الكبير جدا اللي بيكون موجود في مدرجات غزل المحلة بيدي إثارة للمباراة، ولكن تحضيرك النفسي للمباراة، ثقة اللاعبين، ثقة الجهاز الفني، هدوء الجهاز الفني اللي بينتقل للاعبين، الرغبة في تحقيق الفوز اللي بدأ في الشوط الأول اللي هو يمكن أفضل شوط لعبه فريق الأهلي منذ فترة طويلة جدا جدا في ملعب غزل المحلة، اختيار العناصر اللي يبدأ بيها والمفاجأة في بيرسي تاو اللي قدر إن هو يصنع الفارق في تسجيل الهدف الأول اللي فتح الأمور بشكل كبير جدا، وهي دي قيمة ان انت تستغل اللاعبين المحترفين يكونوا مؤثرين، فيكون الفوز عن طريق بيرسي تاو وعن طريق برونو سافيو. بالتأكيد مباراة فيها كلام كتير جدا، شوط اول تحديدا قدرت ان انت تحسم فيه المباراة تماما، عودة لعلي معلول في مركز الباك ليفت وده شيء ايجابي جدا ونقطة قوة كبيرة جدا للنادي الاهلي، لان علي معلول هو افضل باك ليفت من وجهة نظر الكثيرون يعني غير انا طبعا، ان هو افضل باك ليفت في افريقيا داخل القاره، قدر يصنع الفارق، قدر ان هو يكون الاسيست الاول مع بيرسي تاو اللي اتعامل معاه من لمسه واحده، الكره جايه قطريه على طول بيرسي تاو بيسجل الهدف الاول. في اللقطه الثانيه او في الهدف الثاني كان البري اسيست كان ايضا من علي معلول لمهارات عبد القادر ثم لبرونو سافيو، مباراه انتهت اكلينيكيا في الشوط الاول. دي طبعا ارقام علي معلول على الشاشه لو عندك تعقيب على القصة. انا كمان عايز اخد من حته انتهت اكلينيكان الشوط الاول ده اسامه، لان انا نفسي يعني يبقى عندنا ثقافه ان احنا نفرح. يعني يمكن بقى كتير جدا يا جماعه مننا يبص دايما للنقاط السلبيه، وعلى فكره النقد شيء جيد وان انت تبص لعيوبك شيء جيد، بس ما بقاش دايما بشوف الجزء السلبي بس. انت في الشوط الاول زي ما اسامه شرح لكم انت حققت كل اهدافك، يعني اللي اتكلم فيه اسامه هو كل اهداف اي حد من المباراه انت حققت ده، فعليك ان انت بعد ما حققت اهدافك كان في امور كتير جدا، غيرت لاعبين وانت اصلا كنت بادئ تغيير مراكز. فجماعه انا بشوف ان احيانا المنافس بيدي نفسه دفعه نفسيه، يمكن فريق الزمالك خلينا نتكلم على جدول، وطبعا المنافس ليك في الدوري واخد اخر بطولتين دوري، هو فقط 4 نقاط من اصل 12 نقطه في الجولات الاولى، فبالتالي مع اول فوز
بالنسبه له فوز قوي وفوز كبير، وهو بالنسبه له فوز مقنع بدا يستغله، ما بالك النادي الاهلي 5 فوز متتالي، فلازم نبني على ده. معلول عودته كانت مهمه جدا، معلول بيديني دايما، هو كلمه السر في فكره المحترف، هو النموذج اللي بتضرب بيه يعني ايه محترف، وانا بحس ان الجبهه اليسرى في النادي الاهلي في المحترفين فيها البركه، جابها بنت حلال يعني، وجيلبرتو ومعلول يعني تحس ان نفسنا هادي فيها كده وربنا مبارك فيها دايما. فطبعا معلول لعب ازاي، كان حريص يتواجد مع فريقه، لعب ازاي، عارف ان هو يصنع الفارق. ولكن كمان عايز اروح لديانج، لان انت عندك الاجانب المباراه دي في حاجه بالنسبه لي جيده، بيرسي تاو سجل الهدف الاول، معلول صنع، سافيو سجل، ديانج افضل لاعب في المباراه باختيار طبعا اللي داخل المباراه، فبالتالي انت عندك الاربع اجانب كان لهم بصمه داخل المباراه، وده شيء مهم جدا. ديانج قصه بالنسبه لي غريبه، ديانج طبعا يعني كل الناس لما بتتكلم عنه حتى خارج مصر في المنافسين اللي كنا بنقابلهم في شمال افريقيا، دايما الكلام على ان ديانج لاعب معادله صعبه ورقم صعب في النادي الاهلي، لانه لاعب ليه قيمته، يعني بتحاول دايما الناس تروح للحتة المنورة عند النادي الأهلي ويبدأ في كلام عليها زي اللي ممكن نسمعه في الفيديو ونرجع نعقب. طيب نعرض الأول صورة ديانج، نعرض الأول صورة ديانج طبعا تتويجه برجل المباراة، ده كان طبعا استلام ديانج لجائزة رجل المباراة يا أسامة. طبعا جائزة رجل المباراة الرابطة بقى إيه ملخبطانة شوية، جائزة رجل المباراة ده كان مباراة بيكون بتقييم بالنسبة للجمهور أحيانا بيكون مختلف تماما عن اختيار الجمهور أو اختيار الأندية للاعبيها نفسها اللي هي الأفضل داخل المباراة. ويا جماعة أعتقد وأتمنى يكون في شركة رقمية مختصة بالإحصاءات ومختصة بده، تكون دايما هي بتقول لك مين رجل المباراة، لأن ده هيساعدنا. ده بعيدا عن كفاءة ديانج، ولكن الحتة دي مهمة جدا يا أسامة. بص، هم عملوا حاجة كده في البداية، يعني إيه، كانوا بيطلعوا رجل المباراة وبيختاروا في افضل لاعب في الجوله حد تاني من اللاعبين اللي كانوا موجودين في المباراه. بمعنى اكرم توفيق مثلا في مباراه الدور الاول، مباراه الجوله الاولى، كان هو افضل لاعب في المباراه، فتلاقيه بيجيب لاعب تاني من النادي الاهلي ويحطه مين افضل لاعب في الجوله، فكان في يعني تداخل مش مفهوم. بداوا يقولوا طب احنا هنختار 3 لاعبين، فبداوا يروحوا لقصه اهلي وزمالك ولاعب اخر، فالتصويت بيروح لسكه النادي الاهلي. فعملوا من الجوله اللي فاتت حاجه مهمه جدا، اللي هم خلاص بقى افضل لاعب في الجوله عن طريق موقع او الاكونتات بتاعه الرابطه عن طريق الجماهير. بمعنى عن طريق الجماهير، انا هطرح لك سؤال في الاول، هقول لك من وجهه نظرك شايف مين افضل 3 لاعبين في الجوله، فالجمهور بيختار افضل 3 لاعبين، فالادمنز بيختار او الرابطه بتختار من بناء على تصويت الجمهور 3 لاعبين، وبيدخلوا بقى تصويت نهائي، وطبعا في كل الاحوال بنروح لافضل لاعب في الجوله النادي الاهلي. بس احنا مش ناسيين. بمعنى ايه مش ناسيين؟ عندنا مباراه الزمالك وبيراميدز والاهلي والاتحاد يوم الاحد ويوم الاثنين، اتمنى ينزل يوم الاثنين مين افضل لاعب في الجوله الرابعه، لان الزمالك وبيراميدز كان هو الجوله اللي كان فيها كريم فؤاد، فعشان دي تتلعب عشان نبقى فاهمين، لان الاهلي كان بيلعب الداخليه وكان كريم فؤاد كريم فؤاد كريم فؤاد، فحطوا ال3 اقتراحات كده مين افضل لاعب في الجوله، كريم فؤاد ولا كريم فؤاد ولا كريم فؤاد. اما على مستوى المحترفين وما حدث وقصه التباين ما بين الشوط الاول والشوط الثاني، اعتقد مارسيل كولر وضحها بشكل كبير جدا، وقال انا خلاص حققت التارجت المباراه، مش عايز افضل ضاغط عشان ما يتعملش عليا هجمات مرتده، هم بيجدوها لاعبي غزل المحله، فقلت ايه اضغط متاخر شويه من وسط الملعب من 2/3 الملعب، بحيث ان انت تقدر تستحوذ على الكره وتقدر تجيب هدف او انك تحافظ على نظافه شباكك، وهو ده اللي تم. يا جماعه السنه اللي فاتت، ومش هقول لك السنه اللي فاتت، هقول لك السنه اللي فاتت وسنين تانية كتير، السنه اللي فاتت كان نادي الزمالك بيطلع بالمباراه مثلا فايز 3-2، جاب 3 اجوال مثلا في سيراميكا، وسيراميكا عامله شوط تاني مضيعه 5 انفرادات، ولكن اللعيبه بتحتفل والجماهير بتحتفل عشان تدي دوافع لما هو قادم. النادي الاهلي في الموسم 2008-2009 كنا مرينا بظروف صعبه جدا برغم تصدرنا للموسم معظم الفترات، وجينا في الاخر مع مستر مانويل جوزيه وبدا كيرف الفريق ينزل بشكل كبير جدا، خرجت من كانو بيلرز وبدات يعني تخفق في نتائج في الدوري، فكنا بنحضر المدرجات، فكنت تلاقي مثلا فايز بصعوبه جدا على الترسانه 3-2، تطلع تلاقي الدنيا مكسرين الدنيا من الفرحه، وطول ال 90 دقيقه في فرحه، لحد فكر في اداء ولا فكر في اي حاجه. المباراه الاخيره انا فاكر كويس قوي واحنا في المدرج، كان ماتش طلائع الجيش، خلاص انت بره البطوله،
يعني هدف احمد فتحي في الدقيقه 47 هو اللي جه انقذك. عايز اقول لك انت استقبلت اصلا هدف، فكنت محتاج تجيب هدفين في الشوط الثاني، وده اتكرر في مباريات كتير. كان الجماهير ما بتسكتش ال 90 دقيقه، بعد ما يخلص الماتش 2-1 بنفكر في هنكسب الاسماعيلي ازاي في مباراه حرس الحدود او استاد الماكس. فالقصه كلها يا جماعه ادي دوافع لفرقتك، خاصه وانت الفريق الافضل، الافضل تسجيل الاهداف، الافضل في الحفاظ على شباكك، انت المتصدر جدول الدوري، انت اللي بتفوز خارج ملعبك وداخل ملعبك، عندك مواجهه قويه جدا او خمس مواجهات بالنسبه لي هم خمس مواجهات الدوري حرفيا. عندك فيوتشر وعندك فاركو وعندك سموحه وعندك سيراميكا كليوباترا وعندك طبعا الاتحاد السكندري يوم الاثنين، فالخمس مواجهات دول اذا ربنا كرمنا وقدرنا نحقق الفوز فيهم ونحقق العلامه الكامله هنقول لكم اكلينيكيا مبروك الدوري في الجزيره. فعايزين يكون في دوافع طالما في نتائج ايجابيه بتتحقق. لكن نرجع للاعبين المحترفين، وكلامنا دايما ان المحترفين او الهلاك المحترفين هم من يصنعون الفارق. قناعاتي الشخصيه ان لازم يكون المحترف موجود في ارض الملعب، تقدر تستفيد منه، تقدر تحقق نتائج منه، فلما تفوز بمحترفين ده شيء ايجابي جدا. وعشان كده اليو ديانج في الشوط الثاني استحق ان هو يكون رجل المباراه. طبعا استخلاصات كانت تدرس بصراحه بدون تدخل بدون التحامات، كان الشوط الثاني بالنسبه لي اليو ديانج افضل من الشوط الاول، وان كنت يعني واقع في مشكله كبيره جدا 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 الا وهي حمدي فتحي. حمدي فتحي محتاجين نشوفه في ارض الملعب. ولكن نرجع لفارس، وانت عندك قصة مع ديانج. انا نسيت القصة، اعتقد القصة ديانج وما قيل عن ديانج، عشان كان البداية ما قيل عن ديانج. ما قيل عن ديانج هو بالنسبة لي محاولة ضرب محترفين الاهلي، او زي ما قلت لكم اي حد بينور جوه النادي الاهلي هيبقى في توجه ضده، توجه بقى غير منطقي، يطلعني مسرح، يخلي الناس تقول عليا ايه الكلام المتناقض اللي بيتقال ده، يخلي الناس تقول ان انا ما عنديش رؤيه، مش فارق. اللي بيقول كده ما فيش اي فارق بالنسبه له، ولكن اللي فارق شيء واحد بس، هو ان انا اضر بالنادي الاهلي ومصالح النادي الاهلي. لما نطلع ونسمع كابتن عفت نصار قال عن رجل المباراه دقه تمريراته يا كابتن سيد 46 تمريره صحيحه من 52، فيعني اخطا ست باصات بس، يعني 88%. لمس الكره 65 مره، عمل عرضيه سليمه، استحوذ على الكره تحت على الارض يعني خمس مرات. انتاجه على الجون قد ايه بقى؟ ولا حاجه. لا ما كان يعني ما سددش. ما هي بتتحسب بره بطريقه غير دي خالص. انا في انتاجيه بالنسبه لي، في بوزيشن بتاعي انا ليا مهام فيه، انما المشاركات الايجابيه بتاعتي ايه والمشاركات السلبيه بتاعتي ايه، مفيش مش موجوده دي اعتقد يعني. بس هي التمريرات ممكن تكون لقدام يعني. ما هو التمريرات احسن محمد عبد المنعم مش هتلاقي له ولا واحده غلط. لا ما هو التقييم برضو على حسب المكان يعني، قيم اللعيب يعني. انا كل مثلا كل مكان في الملعب هقول لعيب في المغرب سفيان المرابط، يعني ده واحد من العناصر المؤثره جدا في المغرب، فاجي اقيمه ان هو فنش كام كوره على الجون، وهو اصلا لا مش باص، قطع كام باص، بيتاذى. ما هو ده أيوة. ما ده الطبيعي. لا ما بس هو ديانج النهارده هو استلم كام كوره فطلعها صح. لا النهارده في المساحات اللي قطع خمسه من سبعه. النهارده ديانج قطع كتير يعني، قطع هجمات مؤثره للمحل، قطع خمسه بس خد بالك المحل ما راحش كتير، ده الخمسه يعني دي يبقى دول خمسه اللي راحوا يعني اللي ما تقطعوش. فخمسه من سبعه ده رقم كويس. المحل ما راحش كتير صحيح. هو اداؤه جوه الملعب لا معظم الوقت موجود تحت الكوره، اي كوره بتتلعب على الاجناب هو بيتحرك وبيتحرك بشكل جيد. والنهارده اختاروه رجل المباراه. كلام كابتن سيد معوض انا حبيت هنا يكون موجود عشان نديله حقه، لان كابتن سيد معوض يا جماعه بيرد لاي حد ممكن يقوله في الكوره، وانا هنا لا اقلل من كلام كابتن سيد معوض، ولكن اقصد اي حد بمعنى اي حد، حتى الناس البسطاء اللي مش معنيين بالتحليل جدا فاهمين ان في حاجه اسمها واجبات مركز، وفاهمين ان اللاعب رقم 6 ده لو ليه درجات في تقييم مركزه داخل المباراه بتبدا بايه، استخلاصه للكرات، تمريراته، استعاده الكره الثانيه، وجوده في تمركزات فيها ضغط ممتاز على الخصم، سرعه استعداد الكره، سرعه استعاده الكره، التدرج بالكره، حاجات كثيره جدا مهام اللاعب رقم 6. ولكن كابتن عفت نصار ساب كل ده وساب ديانج رجل المباراه وساب كل اللي بيعمله ديانج، وبيقول اصله ما بيشوطش على الجون كتير. ممكن لاعب رقم 6 يشوط على الجون كتير ويبقى شيء جيد، ولكن هو مش اساس تقييمك ليه ان انت تقول ان النادي الاهلي كمان كمل وقال ما بيستفادش منه، وان هو ديانج لحد دلوقتي مش مقنع بالنسبه له عشان ما بيشوطش على الجون كتير. حاول كابتن سيد معوض عمل حاجه كويسه جدا، يمكن جاب له المثال القريب ليه
اللي هو ممكن بالنسبه له يكون واضح. المغرب اتفرج على المغرب واتفرج على ادوار اللعيبه، ولكن كمان ما حاولش كابتن سيد معوض يروح للاعب زي انجولو كانتي. روح للاعب زي انجولو كانتي اللي كان سعيد بأليو ديانج في كاس العالم للانديه وحب اصلا يوصل رساله. هو انجولو كانتي بيجيب في الموسم كام جول؟ يعني عموما انجولو كانتي لما بتقيمه اساسا بتبدا تقيمه بايه؟ ولكن انا برضو مستغرب من هي الناس معنيه بايه يا جماعه؟ هي الناس معنيه بمحترفين الاهلي بس، ولا انت لما بتيجي تقيم انت ليه ما ضربتش المثال بمحترف اخر في النادي المنافس في مركز اتقال ان هو جاي في مركز ستة وان هو افضل من طارق حامد وان هو كذا كذا، والراجل ما كملش ومشي، وده عادي جدا كل نادي يشوف اموره، ولكن اشمعنى محترفينا اللي بتبص كده؟ اشمعنى الكلام ده ما اتقالش؟ اشمعنى ما اتطرحش مقارنه بين أليو ديانج الراجل اللي عامل ايه مع النادي الاهلي خلال الفتره دي، وازاي الانديه الاخرى لا تجيد ان هي تجيب محترفين في نفس المركز بكفاءه ديانج ده لو استطاعوا؟ لا، ده الكلام ضرب في ديانج وتجاهل لاي شيء اخر. هو موضوع اصلا يعني اتكلمنا فيه كتير في قصه التباين في تناول قضايا النادي الاهلي وقضايا الانديه المنافسه، ودايما عند النادي الاهلي محاوله تحجيم النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيحصل ايه؟ النادي الاهلي بيكسب، النادي الاهلي بيقدم اداء جيد، النادي الاهلي بيحافظ على نظافه شباكه في مباريات كتير جدا، النادي الاهلي متصدر جدول الدوري. فنبدا نطلع باخبار تضر النادي الاهلي، ايه هي؟ بص يا سيدي، انت عندك اربع لاعبين محتاجين يجددوا، هنبدا نقول ان الاربع لاعبين دولت بداوا ان هم يتعاقدوا او يتفاوضوا مع انديه منافسه عشان تهز استقرار النادي الاهلي. هتبدا تقول ان في لاعبين اساسيين في الفريق جاي لهم عقود احتراف خارجيه، وتبدا تعتمد اصل في يعني معلومات واراء وبيانات وكلام كتير اتقال في صحف اجنبيه بيقول ان في قصه احتراف. النادي الاهلي حسم الامر تماما، حاله هدوء، عندنا مدير فني مركز بشكل كبير جدا، عندنا مدير كره مركز بشكل كبير جدا، القصه واضحه جدا. النادي الاهلي نادي كبير، لعيبته لعيبه كبار، اكيد هيجي لهم عقود احتراف. فالنادي الاهلي هيشوف عقود الاحتراف لو جت بشكل رسمي وهيرد. جال قفشه قبل كده عرض احتراف في الصيف الماضي، النادي الاهلي شاف انه لا يليق بامكانيات اللاعب ولا يليق بطموحات النادي الاهلي، فتم رفض عقد الاحتراف والدنيا خلصت وبشكل بسيط جدا. فانت كجمهور النادي الاهلي ما تسمعش للكلام ده، كبر دماغك على الاطلاق. قصه اللاعبين التجديد ومش التجديد، النادي الاهلي حاطط رؤيه وخطه، هيجدد وفق اليات العمل داخل النادي الاهلي، وفي لاعبين كبار وعارفين اسم النادي الاهلي بالتاكيد. ف خلونا دايما وابدا نبعد عن مثل هذه الهراءات. التصريحات دي مش هتشوفها غير على النادي الاهلي فقط لا غير. محترفين النادي الاهلي كان بيتم التعرض ليهم بشكل صعب جدا الموسم الماضي، واصابات بيرسي تاو، ونزل لي يا ابني الجدول بتاع بيرسي تاو اصاباته قد ايه ومش عارف ايه. في لعيبه جالها اكتئاب ومحدش اتكلم عنها، في لعيبه كانت بتسبب في اخطاء تضيع بطولات ومحدش انتقدها. القصه كلها فقط لا غير تعالى نكسر في النادي الاهلي. لكن النقطة دي مش النقطة الوحيدة اللي فيها تباين ما بين التعامل. احنا هنا قلنا اننا ضد التجاوز، ودائما وابدا احنا هنا ضد التجاوز، ومنهجنا دايما بنقوله احنا هنا تناول بلا تطاول. لما حصل وتم ايقاف جماهير النادي الاهلي مباراتين، يا جماعة الجماهير دي اتوقفت ليه؟ احنا ما سمعناش حاجة عبر الشاشات. اتقال ايه؟ اتقال ان مراقب المباراة كان متواجد في ارض الملعب وكان معاه فيديوهات فيها إساءة من جماهير النادي الأهلي في مباراة الأهلي والمصري في الدوري العام. معاكم يا جماعة الفيديوهات؟ اه معانا الفيديوهات. خلاص يا جماعة احنا مش قادرين نتكلم. في تجاوز، طبق اللائحة. في تجاوز، احرم الجماهير اللي تجاوزت. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان النادي الأهلي تم تغريمه في مرة، والنادي الأهلي حرمانه من جماهيره مرتين. المرة الأخيرة كانت في مباراة الأهلي والمصري، وتم حرمان عدد حوالي 3000 مشجع من دخول المباراة لمدة مباراتين من الدوري العام او اي بطوله بينظمها يعني الاتحاد ورابطه الانديه. فروحنا قلنا مفيش مشكله، بس يا جماعه لو حصل الكلام ده من اي جماهير تانية ما ينفعش يكون التعامل بيتطبق على النادي الاهلي فقط لا غير. هتطبق على النادي الاهلي ده، هنقبل ده، هنكون ضد التجاوز، طبق لي على الانديه الاخرى. فانا هسمعكم فيديو بالتاكيد طبعا حاطين صفاره من مباراه نادي الزمالك. أنا بعرضه لمين؟ بعرضه لرابطة الأندية ومسؤولي رابطة الأندية ولجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم ولشركة تذكرتي. السادة المنوط بيهم دخول الجماهير للمدرجات. اللي يغلط يتحاسب. جماهير الأهلي غلطت وقلتوا معاكم فيديو من مراقب المباراة، اتحاسبوا. احنا جايبين لكم فيديو وبنوفر عليكم شغل مراقب المباراة، لأن أحد فريق الإعداد كان موجود داخل المباراة. خلينا نشوف الفيديو عشان نرجع نعقب. ايه
الفيديو ده مقدم لرابطه الانديه، الفيديو ده مقدم لرئيس رابطه الانديه النائب احمد دياب، الفيديو ده مقدم لنائب رئيس رابطه الانديه الكابتن عماد متعب، الفيديو ده مقدم للجنه الانضباط في اتحاد كره القدم المصري. امامكم امر من اتنين، لو الفيديو ده مش واصل لكم او الصفاره عايزين تعرفوا فيها ايه، احنا معانا الفيديو الاصلي. اما يتم صدور قرار بمعاقبه جماهير نادي الزمالك مثلما صدر قرار بمعاقبه جماهير النادي الاهلي، او انكم تعلنوها بشكل واضح جدا. احنا عندنا معامله مختلفه لجماهير النادي الاهلي، احنا عندنا تطبيق اللوائح والقوانين على جماهير النادي الاهلي دونا على الانديه الاخرى. ولما تروح للانديه الاخرى ما تقوليش لو سمحت اصل انا عملت غرامه 20,000 جنيه على نادي الجماهير نادي الاسماعيلي وجماهير نادي الاتحاد وجماهير وجماهير. الفيديو موجود، ولازم لو مراقب المباراه ما قدمش الفيديو ده اعتقد لازم رابطه الانديه واتحاد كره القدم يراجعوا كويس قوي شغل مراقبين المباراه. القصه واضحه، القصه معلنه، الاساءه مش هنقبلها من اي جماهير. طالما اتطبق على النادي الاهلي يتطبق على غيره من الانديه، لان جماهير النادي الاهلي ولا النادي الاهلي عمره ما يكون حيطه مايله. اللي احنا شفناه في الفيديو اعتقد هي الفكره ان انتم مش سامعين الصوت. انتم لو سامعين الصوت هتعرفوا حجم المأساة اللي مش بيعيشها بس النادي الأهلي، اللي بتعيشها الكرة المصرية، لأن أساس أي عدالة وأي تكافؤ فرص هي إن كل القوانين تطبق على الجميع. الفيديو ده ولو سمحتوا احنا عندنا المادة الأصلية للفيديو، المادة المصورة، المادة اللي عندنا استعداد نقدمها لأي حد لو الناس بجد عايزة تعمل حاجة. لو الناس بجد ما بتوديش مراقبين مباراة بيقعدوا يشربوا شاي وما بيعملوش شغلهم، أو بيعملوا شغلهم في ماتشات الأهلي بس. بيعملوا شغلهم في ماتشات الأهلي بس لدرجة إن حاجة عدت محدش سمح. إحنا قاعدين بنتفرج على المباراة محدش حس إن في حاجة. ده في مباريات أنا كنت بتفرج على مباراة الإسماعيلي وواضح لينا جدا مين بيتشتم. حتى لو شأن يخص الإسماعيلي هو بيشتم مين، ما بيشتمش منافس. القصة مش كده. القصة هو هدف العقوبة إيه؟ هدف العقوبة إنك تحافظ على الملاعب بتاعتك خالية من التطاول والإساءات. لا، أنا سامع بنفسي وأيضاً اطلعت على فيديوهات كان فيها شتيمة واضحة لناس في الإسماعيلي بشكل لا يمكن تخيل الألفاظ اللي فيه. ولا الهوى. عدي. طالما أي حاجة ما تخصش النادي الأهلي، وكأن الأمور بنصحى فجأة لا عقوبة على جمهور النادي الأهلي ومحدش سمع، لا ده مراقب المباراة رايح عارف دوره إيه، أنا رايح مذاكر يا سيدي طبق على الكل. إنما على الجانب الآخر يكون النادي الأهلي في مباراة حتى مش هو طرفها ويتساء ليه بالإساءات الغير مقبولة والإساءات اللي فيها تجاوز، فنتمنى رابطة الأندية تشتغل بالشكل اللي يحفظ العدالة بين الأندية. وكمان عندنا فيديو آخر في مباراة المحل، فيديو في مباراة المحلة اللي برضو نفس السؤال، هو فين مراقبين المباريات؟ فين حضرتك كمراقب مباراة؟ فين حضرتك كراجل شاطر بتكتب في مباراة المصري؟ نشوف المباراة، نشوف الفيديو ونشوف الهتاف ونرجع نعاقب. طبعا ده بقى قصة أخرى من الهتافات، وهي هتافات فيها احتفال ضد النادي الأهلي قبل ما تلعب النادي الأهلي. أنت عايز تطول النادي الأهلي اللي مكانه محدش يطوله، محدش هيطول مكانة النادي الأهلي، وكان ده الاستعداد للنادي الأهلي وانتظار النادي الأهلي اللي رجع بالفوز، وأصلا الموسم اللي فات هو كان محقق الفوز في الدوري في المباراتين. وبالتأكيد ده كان استكمالا يعني لفريق غزل المحلة وتحدي للنادي الأهلي، اللي طبعا احنا سعداء بوجود غزل المحلة وتحقيق 10 نقاط من أصل 12 نقطة. احنا مع الأندية الجماهيرية، مع الأندية الشعبية، نتمنى عودة نادي المنصورة، نتمنى نشوف فريق غزل المحلة كما كان بعبع الأندية ويكون في المركز الثالث في الدوري زي ما كان بيحصل في الثمانينات وبداية التسعينات، لكن بعد كتير جدا فريق غزل المحلة. ولكن كالعادة فريق غزل المحلة ومعظم الأندية الشعبية أو حتى غير الشعبية هي التارجت بالنسبة لها هو الفوز على النادي الأهلي، تحقيق البطولة بالنسبة لها هو الفوز على النادي الأهلي، وده شيء مشروع جدا
ومهم جدا، لكن محاولة التقليل من شأن النادي الأهلي ده مننا مرفوض جدا. لما الصفحة الرسمية لفريق غزل المحلة تنزل صورة عن حوت بيلتهم شعار النادي الأهلي وهو النسر قبل المباراة، لا لازم يكون في وقفة. يقول لك مهما تكن قدرتك على التحليق ابقى بعيدا عن الحيتان. أنا مش هقول لك بأي أمارة إن أنت بتتكلم عن النادي الأهلي بالشكل ده، لأن بالتأكيد أنت عاوز تشجع لعيبتك وده أمر مشروع جدا في أي تنافس، لكن ليه الإساءة لشعار النادي الأهلي؟ ليه التقليل من شعار النادي الأهلي؟ على أي أساس وصلت بيك القصة والثقة إن أنت كل مرة إن النادي الأهلي نسره ما بيقدرش يحلق عن الحيتان، وأنا كل مرة بزور فيها فريق غزل المحلة برجع بالصيد السمين ألا وهو مش الحوت، لا الثلاث نقاط. القصة باختصار شديد ما حدث في المباراة هو ان الحوت الازرق تم يعني انتحاره على شواطئ النادي الاهلي. انتوا عارفين كده خاصية الحوت اللي هو بيطلع كده على الشط، فبي يعني نفوق الحيتان ده بيحصل من خلال ان المية وجوده في المية بيخلي جسده التقيل ما يضغطش على الاعضاء الداخلية، لما بيطلع على الشط ما فيش مية فجسده بيضغط على الاعضاء الداخلية فبيموت. فانت جاي قدام نسر النادي الاهلي وتنتحر؟ انت سألت عن النادي الاهلي، طب شفت مواجهاتك مع النادي الاهلي؟ كل التحية والتقدير طبعا لفريق غزل المحلة وللجماهير المحلوية بشكل عام، ولكن لما نيجي بقى نتكلم عن صورة حيتان وصورة نسور، لا ابعد عن نسر النادي الاهلي، لان نسر النادي الاهلي قادر على التحليق في اي مكان وفي اي ملعب، وقادر على انه يطلع بالصيد السمين من اي ملعب، وده اللي حصل على ارض الواقع. فوز النادي الاهلي على غزل المحلة اداء ونتيجة في قمة تركيز فريق غزل المحلة وقمة استعداده وقمة الفرحة بأنهم على مهلي على مهلي، لسه دورك يا أهلي ملحوظة. النادي الأهلي ما بيدخلش في الدور، النادي الأهلي رقم واحد. يعني نفسي طولك لسه دورك هي حسب ما تسمعها، بس في النهاية أنت كنت بتحاول تستعد النادي الأهلي. لا يا لسه دورك يا أهلي، أنا أصلا عارف لسه دورك يا أهلي. طيب في حاجة بقى يا جماعة يمكن أنا اتكلمت فيها قبل كده، احيانا لما بتعجز في الواقع عن تحقيق مقدراتك او تحقيق الانتصار على فريق انت عارف ان هو في جاب بينك وبينه، تبدا في خيالك تكون اي شيء، تبدا في خيالك تكون حوت بتلتهم النادي الاهلي، تبدا في خيالك يكون عندك رامي سهم يصطاد نسر النادي الاهلي، تبدا في خيالك تحقق حاجات كتيره. بس صدقني اللي انت بتحققه ده في خيالك، اسمه في خيالك، انما لما تيجي الارض الواقع التاريخ بيحكم، النادي الاهلي بيحكم، خبرات النادي الاهلي بتحكم، واحترامك للنادي الاهلي النادي الاهلي بيفرضه عليك داخل الملعب، لان النادي الاهلي نادي كبير يستحق ان الناس تنظر ليه نظره تليق بيه عشان يقدر ايضا الاخرين. وعلى فكره النادي الاهلي في كل الاحوال بيقدر الاخرين، وانا بالعكس بحب خلق الدوافع عند لاعبي النادي الاهلي لان هي الحاجه اللي بتدي النادي الاهلي دفعه. ولكن يمكن الدوافع، طب ده ادمن بيدج، ده حد مسؤول وبيحاول يحمس فريقه، ولكن شفنا حاجه غريبه جدا، فجاه بنشوف زياره من رابطه الانديه لفريق المحلة اللي عنده بعض الأمور، والمدرب بابا فاسيليو عنده قصة وممكن يمشي ومش ممكن يمشي فقبل النادي الأهلي. فسمعت تبرير إن والله يا جماعة ده دور رابطة الأندية الحفاظ على استقرار الفرق، ودي صورة من رئيس الرابطة وهو موجود طبعا مع السيد محافظ المحلة. أنا للأمانة أفهم إن هو ممكن يكون موجود بيؤازر الفرق، محافظ الغربية، محافظ الغربية طبعا أنا أفهم يا أسامة، وبشوفها كتير جدا كانت بتحصل طبعا في اسكندرية نادي الاتحاد، وكتير جدا زي ما قلنا حتى محافظ الغربية، الأندية بقى اللي مختلفة زي ما أنت قلت في الغربية كلها يمكن بيدعمها، ماشي ده شيء بالنسبة لي ممكن يكون منطقي وممكن يكون موجود. ولكن اللي بالنسبة لي لا هو منطقي ولا هو موجود ان يتقال اصل احنا بنؤازر الاندية الشعبية كلها، طب كلها، طب ليه في التوقيت ده؟ طب هو في رابطة الاندية الانجليزية ممكن نادي مثلا فولام يبقى عنده مباراة مع نادي مثلا مانشستر سيتي، ونلاقي رئيس رابطة الاندية الانجليزية بيزور نادي فولام عشان عنده مشكلة مع المدرب وبيحفزه ويتقال ان ده دورنا تجاه كل الاندية؟ طب معلش هو فين نادي اسوان اللي عنده مشاكل؟ نادي اسوان اللي ادارته بتتكلم انها عندها مشاكل، ليه ما شفناش الزياره دي وبتتصور قبل مباريات معينه؟ ليه ما شفناش ده بيحصل قبل كده؟ وليه في التوقيت ده؟ وايه الرساله في التوقيت ده؟ والاهم كمان هو لما احنا بنحفز الانديه، طب مش اولى كنا ندي رساله ونعمل ادوار
قبل مثلا مواجهه النادي الاهلي في مواجهه مهمه جدا مع الوداد، وابدا انسق مع اتحاد الكوره حتى لو ده دور اضافي عشان اقول ان انا همي مصلحه الانديه المصريه اللي فوزها ببطولات زي افريقيا بنعكس على قوه الدوري المصري. ما شفناش صوره زي دي ليه في تدريبات النادي الاهلي والرابطه مثلا بتؤازر النادي الاهلي. فمليون علامه استفهام، مليون علامة استفهام على المشهد اللي احنا بنشوفه، وكأن رابطة الأندية بتوصل رسالة. ولكن زي ما قلت الرسائل دي والنوعية دي من الرسائل ما بيعملش غير حاجة واحدة بس، بيخلق عند الأهلي دوافع. بص هو كده كده الأهلي عنده دوافع البطولة الحمد لله. والقصة باختصار شديد إن نائب الرئيس الرابطة النائب أحمد دياب طلع قال إن ده دورنا مع كل الأندية الشعبية، ولما يكون في نادي بيحافظ على عايزين نحافظ له على الاستقرار بنروح وبنأدي دورنا، وهنأدي دورنا مع ال 18 نادي. وقال اننا بنعمل ده ولكن في بعض الاوقات بتكون الامور مش مصوره. طيب احنا هنا مش هنتكلم فيما هو مضى، انا عايز اتكلم واتوقف تحديدا عند تصريح رئيس نادي اسوان اللي قال على بعد عدد اسابيع معين اقدر ان انا انسحب من الدوري او ان انا خلاص هنسحب من الدوري. طب ليه تنسحب من الدوري؟ قال ما انا مش هقدر اتحمل 300,000 جنيه كل مباراه بلعبها خارج ملعبي، فالموضوع صعب جدا. طيب بما ان الموضوع صعب جدا ونادي اسوان ممثل الصعيد ممثل الجنوب، فبالتاكيد له شعبيته الجارفه في الجنوب وفي الصعيد وفي اسوان، فنتمنى ان نشوف اللقطات دي ونشوف حل بالفعل لنادي اسوان. احنا مش هنقول عندنا مشكله قويه ان انت بتدعم نادي غزل المحله اللي هو نادي شعبي، خلاص القصه بالنسبه لنا منتهيه، وده شيء ايجابي بالنسبه لنا كنادي اهلي اننا بنواجه الفرق في افضل حالتها، بنواجه نادي غزل المحله هو وصيف الدوري، بنواجه نادي غزل المحله وجماهيره بتهتف باسم المدير الفني، بنواجه جماهير غزل المحله والوزير والنائب احمد دياب رئيس رابطه الانديه ومحافظ الغربيه كانوا دعم وتواصل مع المدير الفني من اجل الحفاظ على استقراره وحل مشكلته. فهنا عندنا نادي اسوان محتاج ايضا لمثل هذا الدعم، محتاج لمثل هذا التدخل، محتاج لحل مشكلته، لانه نادي شعبي بيمثل الصعيد والصعيد غالي علينا كلنا كشعب مصري. ده نقطه مهمه جدا. النقطه الاخرى وهي ان البعض انت كنت لسه بتقول بينسج من الخيال انتصارات مش موجوده، ده نتائج بقى، دي نتائج. طب اتكلم. طيب احنا موقف بالنسبه لنا يا جماعه يعني التاريخ بيزيف امام اعيننا، وهنا الاهلي خط احمر، ويمكن من اول يوم انا واسامه معاكم عندنا مسؤوليه ان احنا نوثق مواقف النادي الاهلي، ولكن يمكن احيانا البعض بيتجرأ في تغيير حقيقه مواقف، ولكن تغيير واقع وتغيير تاريخ وتغيير ارقام. لما شفنا تصريح خرج مؤخرا من مسؤولين نادي الزمالك ان الانتصار الوحيد اللي حققه النادي الاهلي خلال وجودهم هو انتصار نهائي دوري ابطال افريقيا بتاع قفشه بعد تزوير المساحات، وبعد ما مصطفى غربال هو اللي كان حكم، مصطفى غربال اللي واحد من افضل الحكام في افريقيا واللي احنا بنشوف تواجده في كاس العالم وبنشوف ازاي بيتم الوثوق فيه كحكم مهم جدا في كاس العالم. ده كان الواقع وده كان اللي بيتقال، ولكن لا، النادي الاهلي ما حققش انتصار وحيد يا اسامه، والنادي الاهلي ما كسبش بس بتزوير المساحات، اعتقد ده كده كل مره المساحات بتتزور، وكل مره مصطفى غربال حكم كام ماتش؟ 29 مباراه. خلينا نستعرض، خلينا نستعرض المباريات، كلهم مصطفى غربال، مباريات القمه في وجود رئيس الزمالك الحالي اللي كانت بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، عشان نوضح بس ان القصه مش قصه كلام مرسل بيتقال. هتلاقي ان النادي الاهلي لعب 29 مباراه الاهلي مع الزمالك، الاهلي حقق فوز في 17 مباراه مقابل 5، 7 تعادلات بين الفريقين، الاهلي سجل 44 هدف، الزمالك سجل 24 هدف. دي الاحصائيه والارقام لا تكذب، لكن انا عايز اقف هنا عند واقعه مهمه جدا. ما ينفعش اتكلم عن تاريخ مواجهات الاهلي الافريقي واقول ان القصه حصل فيها تزوير مساحات وغياب نجوم. لسه بنتكلم عن ديانج وقالوا ديانج افضل لاعب في الجوله، هو احد اللاعبين اللي غابوا عن تشكيل النادي الاهلي. النادي الاهلي بعد هذه المباراه واجه نادي الزمالك وهو منقوص 6 من لاعبيه المهمين اللي لعبوا مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا وفاز 2-1. ولكن انا هقف عند مباراه اخرى كانت في نصف نهائي 2005، النادي الاهلي بيواجه الزمالك في نصف النهائي ذهابا ايابا، النادي الاهلي بيقدر يفوز 2-0 و2-1. في مباراه 2-1 تم صرف مجلس اداره نادي الزمالك تم صدور قرار بصرف مكافاه اجاده لهزيمه نادي الزمالك 2-1 امام النادي الاهلي فقط لا غير. فما اعتقدش ابدا الموقف ده لما يحصل في تاريخ لقاءات الفريقين نيجي نقول اصليه مباراه واحده وكان بسبب تزوير مساحات. ما هو هيقول لك
ده انا حافظ، هيقول لك ده في العشر سنين السوداء. لا ده مش في العشر سنين السوداء، اللي احنا عرضناه كمواجهات دي في وجود إدارة الزمالك الحالية، دي المواجهات وانتصارات الأهلي وتفوق النادي الأهلي في بطولات كتير وفي المواجهات المباشرة. يا أسامة، في نفس اللحظة دي كين بيسجل هدف التعادل، هاري كين عمل بطولة حلوة قوي، انجلترا أمام منتخب فرنسا من ركلة جزاء. والحقيقة يعني منتخب، زعلان ليه يا عم؟ أنت بتشجع مين؟ أنا والله احترت يعني مين؟ أنا بشجعش المنتخب الإنجليزي يا عم، أنا منتخب انجلترا عمري ما ملت ليه ولا يعني حصل بيني وبينه أي تعاطف، وحتى كان بعد بداية البطولة كان له بعض التصريحات من هاري كين في وان لاف. مين أحسن للمغرب وجهة نظرك يعني؟ مين أفضل لو أنت تختار حد يكون أفضل للمغرب؟ مش فرنسا، مش أقوى فرنسا؟ بختار فرنسا. المنتخب الإنجليزي منتخب صعب جدا، بادئ منظم الثاني. كمان منظم أكتر. وعنده قوة التحام، بس مفاتيح منتخب فرنسا كتير قوي، ما عندوش كبرياء البطل. خد بالك، أصل المنتخب المغربي بيلعب دايما على فكرة كبرياء الفرق اللي بيلعب قدامها، فسنة الثقة الزيادة بالظبط. فأنا أتمنى يكون فرنسا، ونتمنى التوفيق طبعا للمنتخب المغربي، وإن كان المنتخب الإنجليزي خلاص اتعادل مع منتخب فرنسا الآن، ويعني بيجيدوا الوصول للمباراة النهائية، وعاملين شوط تاني إيجابي جدا، ولكن مش حابب أنا التعادل ده. خلينا اقول لكم ان النهارده النادي الاهلي يعني عاد للتدريبات مره اخرى بعد الاجازه اللي حصل عليها الفريق بالامس، وبيستعد لمباراه الاتحاد السكندري، مواجهه تكون قويه جدا يوم الاثنين. ودي عندنا طبعا لقطات من التدريب اليوم، برونو سافيو طبعا نجم الفريق اللي سجل اولى اهدافه في المباراه الماضيه امام غزل المحله، وان شاء الله يكون قمه تركيز اللاعبين في مباراه الاتحاد، وناخد مباراه بمباراه عشان نقدر نحقق الثلاث نقاط ونخرج من اي مباراه بالفوز بثلاث نقاط. وده بيرسي تاو اللي سجل هدف ونام. الحقيقه انا افتكرت تصوب، لا 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 احتفال. احتفال انا بالنسبه لي اصلا ما شفتش الجول في وقت اللقطه الاولى، انت عارف كان المخرج جايب حاجه تانية تقريبا، فجاب الجول وراح نام، انا شفتها نوم، فعجبني الاحتفال. لا 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 مش للدرجه، وقع قلبي والله مش للدرجه. وياسر ابراهيم اللي احنا قلنا في بدايه الموسم ان هو اكيد اكيد هيلاقي يعني مكانه في النادي الاهلي بعد ما كان في تشكيك في وجوده في الفريق الاساسي، كل لعيبه النادي الاهلي حاليا اساسي سمع. احتياطي مركزين بشكل كبير جدا جدا في انهم يحققوا ماتش بماتش، مباراه بمباراه. عجبني كولر جدا وهو بيتكلم ان المباراه القادمه دائما وابدا هي المباراه الاهم، وما تسالنيش في المباراه التاليه. عجبني كولر وهو بيتحدث عن لاعبيه بشكل ايجابي جدا، بيتحدث عن بيرسي تاو، ولم يخجل لما قال جات لي معلومه من الجهاز الفني ان بيرسي تاو بيلعب في المركز ده، وبرغم عودته من الاصابه الا انه قدم مستوى ممتاز جدا في المباراه، وسجل هدف فتح المباراه، ولكن بحكم ان هو راجع من الاصابه ما قدرش ان هو يكمل المباراه بنفس الجديه ان شاء الله، او بنفس القوه والطاقه البدنيه باذن الله. يعني تدريجا كده نقدر نشوف محترفي النادي الاهلي دايما يا فارس موجودين في ارض الملعب. تفاكر عرضنا على الشاشه هنا حاجه لا يمكن تخيلها، ان ياسر ابراهيم خارج حسابات كولر لنهايه الموسم. ده احنا قلنا في بدايه الموسم، قلنا يا جماعه ما تستعجلوش، ياسر ابراهيم بتحصل معاه كده، حصلت مع ريني ويلر ورجع، وحصل من كولر ورجع، ودلوقتي ياسر ابراهيم موجود اساسي مع محمد عبد المنعم. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع. يعني انا جون انجلترا زاولني قوي، ضايقني قوي بصراحه. زاولني اول اعلام يقول زاولني على يعني ضايقني قوي. فخلينا نطلع فاصل كده ونرجع بعد الفاصل نستكمل باقي فقرات الاهلي خط احمر، ابقوا معنا. ورجعنا لكم وحلقتكم من الاهلي خط احمر. طبعا اكيد هتشوفوا معانا حاجات مهمه في الحلقه دي، زي ما عنواننا الرئيسي في الحلقه وهي المعايير. احنا عايزين نفهم، بنشوف حاجات غريبه في الدوري، وبنشوف ناس ومسؤولين بيطلعوا يقولوا لما كان بيبقى عندنا مشكله كنا بنكلم رئيس لجنه الحكام. وده ايضا يخلينا نركز هنا ان احنا لازم كلنا كنادي اهلي وكمنظومه النادي الاهلي نبقى منتبهين، لان تصريحات زي دي تفسر تصريح زي جبنا حكم معين عشان فريق معين او شخص معين عايز بطوله. وانا بشوف ان تصريح زي ده مستحيل يعدي في اي مكان، ومستحيل ان الناس تستوعب ان في تواصل مباشر ما بين رئيس لجنه حكام ورؤساء انديه معينين. ولكن اللي يزيد مخاوفنا وهي استمرار مسلسل الفار. الفار ده يا جماعه لما تيجي تراجع كده، هو مفترض في العالم كله تقنيه دخلت عشان تضفي عداله على المسابقه، تساعد الحكم، الا مع مباريات النادي الاهلي. اوعى تفتكر ان انا هقول الا عندنا في الدوري، طب انت ما بتتفرجش، الا في مباريات النادي الاهلي. في المباريات الاخرى حاجه من الاثنين،
يا الفار بيتدخل صح لصالح بعض الفرق، يا ما بيتدخلش خالص برضه لصالحهم. انما معادله انه يتدخل غلط، هتلاقي طول الوقت المعادله دي طرفها النادي الاهلي. تدخل خاطئ للفار او تغاضي الفار عن التدخل لصالح النادي الاهلي، هتلاقي هي المعادله اللي ماشيه معانا طول الوقت. ده ازاي؟ ده لما نيجي نتكلم معاكم بنقاط واضحه وصريحه. اتمنى تركزوا معانا في الفقره دي وانتوا بتتفرجوا عليها، اللي مش معانا دلوقتي هيتفرج عليها بعد المباراه، ويركز ازاي التسلسل اللي هيوصلك للفكره اللي احنا عايزين نقولها. بص الفار هدفه ايه مع النادي الاهلي. مباراه النادي الاهلي والمحله كان فيها لعبه مهمه جدا جدا للاعبنا اكرم توفيق. تعالوا نشوفوا الحكام قالوا عنها ايه. انا هاجي بقى للعبتين المهمين. ادي لعبه هنا، اللعبه دي هنا، يعني الفار هنا دي لعبه الفار. شوفوا الحنفي بالشكل ده، التفاصيل اللي هتحصل قدامنا بعد كده. هنا ده دخول الفار يتدخل فيها، هتشوفوا الحاله. مين اللي بياخد الكوره؟ اكرم لاعب المحله هنا بيلتحم مع لاعب النادي الاهلي بانه بيقطع عليه طريقه للتقدم، فبالتالي الالتحام جاي من لاعب غزل. لو نجح في لعب الكوره خلاص، اللاعب رجليه الاثنين، اكرم بيلعب الكوره واللاعب رجليه الاثنين في الخلف. اذا اكرم بيلعب الكوره الامام وراح يلعبها. بصوا بعد كده بقى ركبه اللاعب، لما نمشي لقدام شويه بصوا بقى اللاعب بص الركبه خدت ايه؟ الركبه قدم اللاعب. هي دي التفاصيل اللي كنت اتمنى حكم الفار يجيبه فيها، مش يجيبه في اللعبه اللي اذا للاهلي ضربه جزاء في هذه يعني الكره. يعني ركله جزاء هنا على الاقل كان هيجيب الحكم تعالى شوف. يا الحكم ياخد بقراره يا ما ياخدش. هو دور الفار ايه اذا كان بيعدي واحده زي دي؟ يعني ده لسه بقى، احنا خلينا نشوف الحاله اللي جايه. الحاله اللي جايه لما نشوفها بقى، عشان انا اكتب وراك كده. يعني ادي كده الاولى دي ضربه جزاء للاهلي، بس يعني ركله جزاء هنا. ايه يعني كل السؤال؟ وده الخط اللي ركز معايا. سيبك من محمد الحنفي خد القرار داخل المباراه، ما شافش اللعبه او ما كانتش واضحه ليه. وانا عايزك بقى تركز في التفصيله اللي هي خليها معاك مفتاح الفقره. حكم الفار بيعمل ايه؟ محمود بسيوني اللي كان في لعبه قبل كده مهمه جدا وبرضه هنجيلها، كان بيعمل ايه؟ محمود بسيوني اللي خلى ابراهيم فايق بيسال سؤال واضح جدا، هو لو الفار ما اتدخلش في اللعبات دي هيعمل ايه؟ اللي خلى احمد الشناوي او كابتن احمد الشناوي خلال التحليل ثلاث مرات يسال هو حكم الفار ليه ما اتدخلش؟ كنت اتمنى انه يتدخل، كنت اتمنى انه يستدعي. ركله جزاء كانت مهمه جدا في المحله تسهل لك المباراه، والنادي الاهلي تعرض لظلم قبل كده ايضا في المحله مع التحكيم. ولكن ركز معانا في فكره الفقره الرئيسيه، حكم الفار بيعمل ايه؟ هو حكم الفار بيعمل ايه؟ وانا بقدم اعتذار لاكرم توفيق، لان اللقطه دي انا جيت ولومت عليها اكرم توفيق الموسم الماضي مباراه الاهلي وفيوتشر، وسبحان الله كان الحكم محمد الحنفي. تدخل كريم نيدفيد على اكرم توفيق، فانا قلت له يا اكرم انت في عرقله، قايم تاني ليه؟ يا اكرم اقع. تقريبا اكرم بيسمع كلامي، واعتقد ان انا مدين ليه باعتذار لانه وقع، ومحمد الحنفي برضه ما حسبهاش. فاللي هو بقى يعني هعمل لك ايه؟ ان ضربت في وشي وما وقعتش قلت اقع، كريم نيدفيد عرقلني ما وقعتش قلت اقع، فجيت وقعت النهارده ما اتحسبتش. فخلاص بقى ما تجيش تلوم اكرم توفيق بعد كده لو لقيت بينزف من وشه ومكمل لعب عادي، لانه شاف ان القصه اختبار كده لمحمد الحنفي اللي كان في المباراه دي ومباراه الاهلي وفيوتشر العام الماضي. فانا مدين باعتذار لاكرم توفيق، وان كان محمد الحنفي حاول ان هو يقدم مباراه جيده ولم يرضخ لمحمود بسيوني حكم الفار في اللقطه او الفيديو اللي احنا هنطلع نشوفه ده، عشان عندنا تعقيب مهم جدا. اللي يهمني دلوقتي ان الكوره كانت مع مين؟ مع الشناوي. الشناوي وصل للكوره ولعب الكوره عكس اتجاه اللاعب. الفار ناداله على ايه؟ خلي بالكم من اللي جاي. مين اللي بيزق الكره دلوقتي؟ مين اللي جاي في الاتجاه عكس الشناوي؟ اللاعب. الالتحام جاي من مين؟ خاصه ان الشناوي لعب الكره زي ما يعني كابتن فاروق حتى كان قاعد جنبي، ده رجله سبتت، ده لعب الكره ورجله وقفت. يعني ما فيش اكسترا موفمنت، يعني ما فيش حركه اضافيه ادت للعرقله. شوف هو حتى محمد الحنفي قال له وريني من السايد الثاني عشان يبان ان الحارس بص بيلعب الكره بيزقها
عكس اتجاه اللي جاي. ابص بنرجع هنمشي اهو بيلعبها. واللاعب بص بقى بيروح يخبط في مين بقى؟ مين اللي بيخلق الالتحام؟ المهاجم مع قدم مين؟ مع قدم الشناوي. اذا النهارده الشناوي ما عرقلش ما عملش حاجه، ده اللي انا عايزه. زي ما حكمنا على اللي فاتت بنحكم على نفس الحاله. كنت اتمنى من حكم يعني الفار او الفي اي ار انه كان يجيب الحاله دي والحاله الثانيه. كان كابتن احمد الشناوي بيقول كنت اتمنى استدعيه في لقطه اكرم توفيق حتى ممكن يشوفها محمد الحنفي بشكل مختلف والحكم لمحمد الحنفي، لكن لم يستدعيه. وهنا هنقف عند نقطه مهمه جدا عشان البعض ما يلتبس عليه الامر ان في لقطه اكرم توفيق كان الفار عطلان. لا، اللقطه اللي محمد الحنفي حكم الساحه استدعى فيها الكابتن محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي وكابتن فريق غزل المحله عبده يحيى وقال لهم ان الفار عطلان كان بعد لحظات من انتظار قرار حكم الفار محمود بسيوني في لقطه اكرم توفيق. اذا كان الفار شغال وقت لقطه اكرم توفيق عشان ما حدش يقول اصل في لقطه اكرم توفيق كان الفار عطلان. لا، محمد الحنفي استدعى الكباتن بعد لقطه اكرم توفيق، وبعد فتره ما كملتش دقائق شاور الكباتن ان الفار رجع اشتغل مره اخرى. وهنا رساله يعني للجنه الحكام واتحاد كره القدم ورابطه الانديه، ارجوكم الفار بيعمل ارقام قياسيه في انه يعطل في مباريات النادي الاهلي. ربنا سترها معانا في مباراه طلائع الجيش ان الفار رجع يشتغل في مباراه طلائع الجيش وفي هدف على طريقه انرامو في الدقيقه 88 في مرمى النادي الاهلي، كنا هنتكلم في خساره نقطتين لولا ان ربنا ستر والفار رجع اشتغل. طب لو الفار ما اشتغلش ايه اللي هيحصل؟ هو احنا نفضل ندفع ضريبه الاخطاء التحكيميه وكمان ضريبه الاخطاء التنظيميه وضريبه شد الفيشه وضريبه عدم دفع شحن عداد الكهرباء وهنقعد ندفع ضرائب كتيره جدا فيما هو متعلق بالفار؟ اللقطه اللي جت دي للكابتن محمد الشناوي، انا على اي اساس الفار استدعى محمد الحنفي؟ الحقيقه عجبني من كلام كابتن احمد الشناوي، قال ان كابتن فاروق جعفر جنبي وقال لي هو استدعى لي الشناوي اللاعب الكره اللي هو ايه؟ كابتن فاروق حسمها ان القصه الشناوي اللاعب الكره، وبالتالي استدعاء محمود بسيوني للكابتن محمد الحنفي استدعاء مش سليم. استدعاء بيقول لك ان الفار مش هيكون متواجد في لقطات النادي الاهلي وحق النادي الاهلي، وهيكون متواجد مع محمود بسيوني في اللقطات اللي ممكن تضر النادي الاهلي. وكويس ان ما استجابش محمد الحنفي لقطه الفار وطلب ان هو يشوف الكره من اكتر من زاويه، وتاكد تماما ان الشناوي هو اللي لاعب الكره. في غفوه من غفوات محمد الشناوي في هذا اللقاء، ولكن كان مهم جدا اننا نتكلم عن استدعاء الفار والتباين واختلاف المواقف من قبل الحكم محمود بسيوني. الخلاصه ان محمود بسيوني جاي يقعد في غرفه الفار عشان يدور على اي حاجه ضد النادي الاهلي، اما اي حاجه لمصلحه النادي الاهلي ويستحقها النادي الاهلي هتلاقي محمود بسيوني مستحيل يتدخل، زي ما كابتن توفيق السيد سال سؤال مهم جدا نسمعه ونرجع نعقب. محمد الشناوي امبارح ومحمد الحنفي اشار باستمرار اللعبه، لكن محمود بسيوني استدعاه وبرضه محمد الحنفي يعني برضه ما خدش وقت وبسرعه واستأنف اللعب. طبعا انا هنا في نقطه مهمه جدا جدا يا كابتن احمد، احنا شفنا اللعبه زي ما حضرتك الدنيا كلها شافتها امبارح. طبعا شفنا ان محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي، اولا هو ما فيش مخالفه، اول حاجه ما فيش مخالفه، راجل نجح في لعب الكره تحديدا، الكره كمان غيرت مسارها فكان بالتالي ما فيش مخالفه. لكن حتى هنفترض جدلا يا كابتن احمد ان في مخالفه، هفترض جدلا ان في مخالفه، ان هنا النهارده محمد الحنفي سمح باستمرار اللعب، عمل اتاحه فرصه، ادى اتاحه فرصه لفريق المحله والكره تردت ثلاث مرات، اذا محمد الحنفي سمح باستمرار اللعب. اذا انت تدخل الفار بقى اوت اوف سيرفيس، خلاص بره خلاص الموضوع منتهي. استدعاء محمود بسيوني اللي محمد الحنفي انا بشوفه برضه يعني في اعتقادي كان استدعاء خاطئ، وكان المفروض محمد الحنفي برضه يا كابتن احمد يقول له طب انت جايبني ليه؟ طب هتوري لي ايه؟ طب انا سمحت باستمرار اللعب. حتى محمد الحنفي وحضرتك شايف وهو راجع يعني عمل ايماءه بدماغه كده، ما كانش مقتنع الحقيقه. ما هي دي القصه، هي دي القصه. ما هو انت عايزه يسال، عايز محمد الحنفي يسال محمود بسيوني انت جايبني ليه؟ لا طبعا، هو عارف ان محمود بسيوني اصلا جاي عشان يدور على اي حاجه ممكن تكون ضد النادي الاهلي، فهو مش هيساله لان هو فاهم هو استدعاه ليه، عشان كده كان حريص يبص اكتر. وحسنا فعل محمد الحنفي في الكوره. ولكن في حاجه مهمه، اربط اللعبه دي في مشهد عرضناه في الحلقه اللي فاتت واتكلمت فيه هنا لمحمد عادل في مباراة الطلائع
وهو وائل فرحان بيستدعيه عشان يطلع يبص على ضربة الجزاء وكان ممتعض وباين على وشه انت جايبني ليه؟ اربط اربط الاحداث ببعض، اربط وائل فرحان بيستدعى في لعبة ضدك بتاعت عمر رضوان فيها ثلاث ركلات جزاء في نفس اللعبة وجايبه يبص عليه، انت جايبني ليه؟ نفس القصة مع الحنفي، محمود بسيوني انت جايبني ليه؟ لازم كل الحكام بتوع الساحة يبقوا عارفين هم جايبينكوا ليه؟ عشان هم قاعدين في غرفة الفار الهدف واضح وصريح ان اي حاجة ممكن تكون تضر النادي الاهلي داخل المباراة تفقد النادي الاهلي نقاط احنا كفار هنحاول نعملها لان الشك وغير الشك بيفسر ضد النادي الاهلي. مهم جدا ان احنا بنتكلم باراء خبراء تحكيم، ما بنقولش وجهه نظرنا، وطبعا من ساعه ما بدانا معاكم البرنامج ده والفقره دي واحنا بنتكلم باراء خبراء التحكيم والصوره خير دليل، احنا مش بنقول كلام مرسل وبندعي مظلوميه ونقول لك فاكرين هدف كابتن ربيع ياسين الملغي في دوري 84 في المباراه اللي كان الحكم فيها الكابتن محمود عثمان اللي كانت سبب في ضياع الدوري، ما بنقفش عند الكلام ده، احنا بنجيب لك الوقت الحالي وبنجيب لك مع تقنيه الفيديو وواضح جدا مبارتين على التوالي استدعاء خاطئ من حكم الفيديو لحكم الساحه، واضح جدا ان هو حكم الفيديو شاف ان حكم الساحه ما جراش كتير في الملعب، فتعالى اجري شويه وضيع وقت عشان يعني نحسب وقت بدل ضايع، لان قصه ان في طرد على محمد الشناوي او محاوله ان تقول في احتماليه طرد يعني حاجه صعبه جدا، طب ما كان في احتماليه ركله جزاء، ممكن تتفق انها ركله جزاء او مش ركله جزاء، لكن في احتماليه هات الحكم مستدعيه يبقى حتى استدعائك يعني شكله واضح، لكن القصه مش قصه مباراه النادي الاهلي فقط لا غير، انا يمكن كمان واقف عند مباراه سيراميكا كليوباترا شويه، انا عندي لقطه الاول قبل ما اروح لمباراه سيراميكا، لقطه اكرم توفيق في مباراه المحله، لو نستعرضها على الشاشه عشان برضو يكون الساده المشاهدين معانا في اللقطه دي، طبعا دي اللقطه اللي انا اتكلمت عنها ان الفار كان بعد كره اكرم توفيق، ودي كره انا وقفت عندها كتير جدا جدا جدا، والغريب ان الاستوديوهات التحكيميه ما وقفتش عندها بعد المباراه. انا عايز افهم دي، اولا ما اتحسبتش فاول، وهنا من ضمن الحاجات السلبيه اللي تؤخذ على محمد الحنفي لان الكره دي واضح جدا جدا تعرض لاصابه، والمره دي اكرم وقع مجبر بقى، يعني اكرم مش بايديه، اكرم وقع مجبر ولاعب غزل المحله كمل معاه وما حاولش ان هو يتفاداه، يعني من اول لمسه حذاء لاعب غزل المحله للعضله الخلفيه لاكرم وهو نازل ومكمل بيه. هنا بقى نقدر نقول محمود بسيوني كان بيعمل ايه؟ كان فين في اللقطه دي؟ تخيل اللقطه دي ما اتحسبتش حتى فاول، لقطه واضحه جدا انها طرد عنف مبالغ فيه من قبل لاعب غزل المحله. اللقطه دي في مباريات تانيه امام منافسين تانيه واقل منها كان سيسيه لاعب الاتحاد السكندري يا دوب لمس لاعب من نادي الزمالك، على طول الفار قرر استدعاء الحكم اطرد حتى لو في الدقيقه 25 من الشوط الاول. اللقطه دي انا ما بقتش فاهمها، والحقيقه مكمل اعتذاري مع اكرم، هنا بقى اكرم وقع اجباري اللي هو يعني خلاص ما ده دايس عليه، وزي ما حضراتكم شايفين دي ما اتحسبتش فاول، دي لم تحتسب فاول وبالتالي مفيش انذار. طب هنقول محمد الحنفي ما خدش باله، وارد حكم ساحه، فين الكابتن محمود بسيوني اللي خد باله واستدعى محمد الحنفي في الوقت الشناوي؟ اذا هنا لما اجي اقول محمود بسيوني بيكيل بمكيالين انا عندي الصوره الواضحه اللي تدل على كلامي، هنا ده بقى مش كلام مرسل، ارجع لي يا عماره بعد اذنك، ده مش كلام مرسل، الكلام ده كلام موثق بالصوره، عندي لقطتين او انه بقى بيحبش اكرم توفيق، يعني محمود بسيوني انت في مشكله مع اكرم توفيق كده. ركله جزاء او احتماليه ركله جزاء لم تستدعي الحكم، احتماليه طرد لم تستدعي الحكم، الاثنين كان فيهم اكرم توفيق، انت بينك وبين اكرم توفيق حاجه؟ والله لو اي حد غير انت كنت توفيق. بتلعب جناح على اكرم توفيق خباك مثلا في جيبه وهو طالع ولا في الشنكار، في مشكله مع اكرم توفيق ولا المشكله مع النادي الاهلي؟ ده. المشكله مع النادي الاهلي، انت استدعيت حكم الساحه في كره مش محتاج ان انت تستدعيه فيها، ولم تستدعيه في الكرات اللي المفترض كنت تقوم بدورك فيها. الموضوع ده مش بس في مباراه النادي الاهلي، لا احنا عندنا اخطاء عشان نبقى فاهمين نقف عندها كتير جدا في مباريات انديه اخرى ومنافسين اخرين. عندنا فيديو الكابتن سمير عثمان بيتكلم فيه عن طرد واضح المفترض في مباراه الاسماعيلي وسيراميكا كليوباترا، نطلع ونشوف الفيديو عشان عندنا تعقيب مهم جدا عشان نربط لكم الحاله وتشوفوا حاله التحكيم المصري وتحديدا حكام تقنيه الفيديو. أسوأ لعبه في الدوري المصري السنه دي
سيبك كما اتنين بيشدوا مع بعض او مع بعض ده مفيش مشكله، ده تصرف ماشين من لعيب نادي الاسماعيلي يستحق حاجتين، اللي هما الحاجتين اول حاجه طرد، تاني حاجه ضربه جزاء. ضربه جزاء ليه يا كابتن جمال؟ اللعب لسه في الماتش شغال. طبعا دي اسوأ حاجه انا شفتها السنه دي بصراحه بالمنظر ده، لا دي تعمد ضرب الخصم بدون كره اثناء اللعب، دي اصلا العقوبه بتاعتها بتبتدي بالماتش. الفار ما يستدعيش الحكم؟ في اتنين لازم يتحاسبوا حساب جامد، حكم الفار طبعا ومساعد الحكم رقم واحد. ليه بقول مساعد حكم رقم واحد؟ مساعد حكم رقم واحد من سلطاته انه بيبقى مع اخر تاني مدافع، اخر تاني مدافع في الماء حتى لو الكره فين، صحيح. اخر تاني مدافع واقف قصاده مباشره، يعني ما عندوش حاجه غير انه يركز مع اخر تاني مدافع. ده حكم الفار وده الكابتن حسام عزب هو حكم الفار. سيبك من حكم الساحه ما شافش اللقطه الكابتن محمود البنا، عايز اقول نصيحه لنادي سيراميكا كليوباترا، غيروا لون التيشيرت، ما تقربوش من اللون الاحمر، ما بيشوفوش حاجه ضد اللون الاحمر ويحسبوها. نادي سيراميكا كليوباترا الموسم الماضي كان في الدقيقه 91 امام محمد معروف حكم الساحه، لاعبي نادي الزمالك بيقلعوا تيشيرت لاعب سيراميكا كليوباترا في وقت قاتل في الدقيقه 91 ولم يتم احتساب اي شيء. نادي سيراميكا كليوباترا في مباراه العوده اللي انتهت 3-2 كان في ظلم واضح ايضا لنادي سيراميكا كليوباترا في ركله جزاء واضحه لنادي سيراميكا كليوباترا لم يحتسبها ابراهيم نور الدين. النهارده امام الاسماعيلي بيتم الاعتداء على احمد ياسر ريان داخل منطقه الجزاء، الكابتن سمير عثمان بيقول دي أسوأ لقطه تحكيميه، المفترض طرد وركله جزاء. تخيل في الدقيقه 88 كان يقدر فريق سيراميكا كليوباترا يفوز. ده مين؟ ده كابتن حسام عزب وكان حامل الرايه او الحكم المساعد احمد لطفي، الاثنين تاني يوم كانوا بيحكموا مباراه في دوري الدرجة الثانية كأنهم بيتم مكافئتهم على الأخطاء التحكيمية اللي بتقدم. مين بقى بيدير لجنة الحكام؟ هل كلاتنبرج اللي مش معانا ولا مع كامل احترامي بقى أبو العيلة ولا تامر دري ولا أيمن دجيش ولا مين بالظبط اللي بيدير لجنة الحكام؟ عشان تبقى الصورة واضحة لما يكون في خطأ زي ده. الكابتن سمير عثمان بيقول ده أسوأ حاجة تحكيمية حصلت النهاردة، ويتم تاني يوم مكافئة الحكام بأنهم يعني يحكموا مباريات اخرى. خلينا اهدى كده عشان فرنسا جابت الجول الثاني، جيرو سجل الهدف الثاني على عكس سير المباراه، وكده يعني الامور تكون افضل قليلا. ما فيش محمود قليلاً. وما فيش حسام عزب حجاج الحمد لا لا لله. انت بتتكلم كانت على لغة. انت بتتكلم على مستوى لا ما هو طالما ازرق ما اه تصدق كانت لغة انجلترا لابسه ابيض كانت لغة. اه لقطه انا قلت خلاص مش هينفع اوضح. لا لا اصل السيراميكا لازم يغير اللون. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل مستمرين في قضايا التحكيم المصري بالصوت والصورة وآراء خبراء التحكيم، وفرنسا متقدمة على انجلترا، فابقوا معنا. ورجعنا لكم والأهلي خط أحمر طبعا قبل الفاصل. أسامة إدى فرنسا واحدة بره. قال لك إيه؟ قال لك خلاص فرنسا بتوصل، ضربة جزاء لإنجلترا، ضربة الجزاء بتضيع و كنت لسه هتشمت فيا. يا نهار أبيض، يا نهار ده ربنا كريم يا أخي والله. بس على فكرة ده في مصلحتي. لا 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 مش قايل لك فرنسا ضد المغرب؟ لا 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 لك أنت لسه هيقول لك إيه؟ شفت أسامة قبل الفاصل قال لكم في مصلحتي منتخب فرنسا. لا 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 ما تحاولش ما تحاولش يا راجل، ده هاري كين حطها فين؟ في السما في السما. عشان بص ربنا عارف. قال لي هاري كين قبل الفاصل يا جماعه ما بيضيعش. ايوه بدي له واحده، ما لازم اديله واحده بقر عليه عشان يضيع. طيب لا لا كده رب ده يا اخي بطل شر. على قوه التحكيم ده محتاجين نرجع نحطكم في الصوره اللي هي احنا بنتكلم معاكم فيها في الفار، والناس اللي هي هتتفرج على الحلقه هتوصل لقناعه جبنا ازاي وائل فرحان كان تدخله في لعبه الطلاع استدعاء خطا لمحمد عادل، جبنا محمود بسيوني ازاي في اكتر من لعبه، اسامه كلمكم في لعبه اكرم توفيق الطرد، كلمتكم في لعبه ركله الجزاء لاكرم توفيق، ازاي تدخلات الفار غلط، رحنا لمباراه الاسماعيلي وسيراميكا وحسام عزب حجاج اللي كانت الاسبوع ده بتتلعب، وشفنا ازاي ايضا كان في تدخلات من الفار خاطئه. وهنا نبدأ نشوف الفار. الفار حسام عزب حجاج. حسام عزب حجاج، ركزوا على الاسم ده عشان احنا حاطينه معانا كده اهو. على كل اسماء حكام الفار. انت عندك القناعه دي؟ لا انا هركز. انا هركز. حسام عزب حجاج هنوريكم شويه تناقضات، ادي لعبه لصالح الاسماعيلي، هتلاقي القرار ضد سيراميكا لصالح الاسماعيلي. طب حسام عزب حجاج، هات لنا حسام عزب حجاج.
ايه قصته مع الزمالك؟ هنلاقي حسام عزب حجاج كان بطل وقعه مهمه جدا لصالح الزمالك، يوسف اوباما ركله جزاء بتتحسب في مباراه انبي، طبعا المباراه دي كانت في 2021 شهر اكتوبر، ايه اتحسب استدعى الحكم لوجود ركله جزاء هو كان شايفها موجوده لصالح نادي الزمالك، وطبعا من المباريات اللي تم ظلم انبي فيها. تعالوا نشوف تحليل خبراء التحكيم، مش خبير تحكيم بس، ده في مفاجاه معانا كمان، كان رأيهم إيه في استدعاء حسام عزب حجاج للعبة فيها صالح الزمالك؟ مبدئياً في دفع من لعيب نادي الزمالك على مهاجم على مدافع نادي إنبي. الدفعة دي خطأ. الدفعة دي خطأ، لازم يتم احتسابها. لو محمود ما شافهاش وبعد كده حسب ركلة الجزاء يبقى لازم حكم الفار يناديه ويشوفها. يا كابتن سيف أنا بقول يناديه يشوفها ليه؟ حتى زيادة الأكيد يعمل معاه كونفيرم. هنا قبل ما أتكلم على ركلة الجزاء، لا، في دفع من لعيب نادي الزمالك لمدافع نادي إنبي اللي خلاه وقع. بعد كده لعيب نادي الزمالك جاي من ورا واخد القرار إنه يقع. الكرة دي ما فيهاش ركلة جزاء، لا، دي فيها خطأ من الأول على مهاجم نادي الزمالك. أهو الدفعة واضحة، إحنا جبناها من كذا زاوية، لعيب نادي الزمالك جاي واخد القرار إنه يقع. هنا كان لازم حكم الفيديو نادي غير الخطأ يا كابتن، فيها خطأ ولا لا؟ لا ما فيهاش خطأ، يعني عندنا لعيب نادي الزمالك جاي من ورا واخد القرار بتاع الجامب بتاع الدايفنج. لو أنت بتتفرج معانا هتشوف ترجمة حرفية لمقولة الشيطان يكمن في التفاصيل، لأن اللعبة كلها في اللي احنا بنقوله التفاصيل. شوف قصاد النادي الأهلي كلمة دايما بتتقال، ليه المفروض الحكم محمد الحنفي والمفروض الحكم محمد عادل كان يبقى رد فعلهم انت جبتنا ليه كوائل فرحان أو محمود بسيوني؟ على الجانب الآخر هتلاقي هو كابتن سمير عثمان هو بيحلل بيقول حاجة العكس خالص في مباريات الزمالك. انت كحكم فار كان لازم تستدعي حكم الساحة. هنا ضد الاهلي بيستدعي حكم الساحه في حاجه ما فيهاش مخالفه ضد النادي الاهلي، وعلى الجانب الاخر في مباريات الزمالك حسام عزب حجاج كان بيتجاهل استدعاء حكم الفار، يبقى الزمالك استفاد مع حسام عزب حجاج اللي دخله اصلا لجنه التحكيم قصه طويله كده مش وقتها، لان احنا هنا في خط احمر ما بنحبش نشخصن الامور. قصه كبيره لها علاقه بالسن وغيره، ووالده ايضا اللي موجود في منظومه التحكيم وكان موجود مساعد للمدير التنفيذي لاتحاد الكوره، فقصه طويله. لما نيجي عند النادي الاهلي في وقت من الاوقات اعتقد ممكن نحتاجها، بس مش هنحتاجها دلوقتي. يبقى حسام عزب حجاج لصالح الاسماعيلي لم يتدخل، ولصالح نادي الزمالك لم يتدخل في لعبه كابتن سمير عثمان كان كل كلامه هو حكم الفار ما اتدخلش ليه. بص عشان بس الناس تكون واضحه معانا، احنا هنا بنقول ان الكابتن حسام عزب واضح ان هو ما بيتواجدش في غرفه الفار، لان حاجه من الاثنين، يا اما انت بيحكمك اهواء معينه، يا اما انت اصلا غير جدير بانك تشوف شغلك. يعني ايه غير جدير بانك تشوف شغلك؟ يعني الطبيعي ان انت في لقطه الاسماعيلي مع احمد ياسر ريان وباير محمدي تستدعي حكم الساحه، ما حصلش. الطبيعي ان في ركله الجزاء اللي اتحسبت لنادي الزمالك في بدايه الموسم في الدقيقه 47 الموسم الماضي امام انبي اللي خلت الكابتن حلم طلان يقول يا عالم يا هو اللي ملوش ظهر يتضرب على بطنه، ما تمش الاستدعاء. اذا انت حتى هذه الحاله فار ما حكمش حاجه. لا هو حكم فار ما حكمش حاجه، اللي هو شاهد ما شافش حاجه، ده الحكم حسام عزب. لكن خلينا نروح لقصه ركله الجزاء دي، لان عملت حاله كده المفترض كان تكون درس لحسام عزب. تصريح الكابتن حلم طولان، تصريح ايضا الكابتن جمال الغندور في اللعبه دي، لان البعض طلع وقال ان الكره دي 50 50 ورمضيه. تعالوا نشوف الكابتن جمال غندور قال ايه عن ركله الجزاء دي التي لم يراها حسام عزب انها خطا على سيف الجزيري. ايه اللي بيحصل من مدافع الزمالك مهاجم الزمالك الثاني اللي بيزق مدافع ايه دي؟ بص كده، ها هي مش دي دفعه؟ هو مش هي دي كمان تمت على فكره قبل حتى يعني العرقله او الالتحام قبل الالتحام. اذا لو انا في التحام ولو في فعلا ركله جزاء لابد ان انا ارجع للاي بي بي، ارجع لمراجعه الحاله، هلاقي قبليها كان في مخالفه وبالتالي هحتسب المخالفه. طيب اللي هي الفاول اللي هو على المهاجم. طيب اللعبه نفسها بقى، انا يعني عايز صورة توريني فين المخالفة اللي ارتكبها لاعب إنبي. لاعب إنبي مفيش بالرجل من تحت. انا بدور، انا عمال ادور صراحة. خلينا تعالى انا وانت يا كريم ندور نشوف المخالفة فين، اللي هي اصلا خلاص احنا اتفقنا ان احنا اصلا انا عندي مخالفة قبليها.
اذا حسام عزب ما بيقومش بدوره حتى هذه اللحظه، قاعد قدام الفار، اما بيجي يوقع حضور زي يعني الموظفين ايام زمان، امضى حضور وامشي، فهو تقريبا كده بيجي في بدايه المباراه بيمضى حضور او يمشي، او ما بيجيش مباريات وحد بيمضي له. ما طبعا يعني القصه ممكن تكون ماشيه باي شكل من الاشكال، لان ملوش اي بصمه تشعرني او انا كمشاهد ان في حكم فار بيستدعي حكم ساحه في لقطات زي دي. كابتن عصام عبد الفتاح اللي كان بطل من ابطال فار روم الموسم اللي فات معانا هنا، تخيلوا في كل الالعاب كان دايما يزكي الحكم ويقول حكم الفار ويقول حكم الساحه، وكان دايما يميل لوجهات نظر حكامه. طب حتى في اللعبه بتاعت حسام عزب حجاج، عشان نوريكوا الناس اللي بتقول الفار موجود، الفار موجود ضد النادي الاهلي بس، نطلع ونشوف كابتن عصام عبد الفتاح كان بيقول ايه. انت شايف ان دي مش كبير؟ دي مش كبير يعني فيها شك. هو ده اللي انا قلته. طب ما ده اللي انا عايزه. 50-50. طب ما انا عايز اكمل. فاذا طالما الحكم حسب. طب نستعين بصديق. نستعين بصديق. في خطا على سيف الجزيري قبل الصدام. وكابتن شناوي ايده. تمام. طب انا بس عايز اتكلم كمان على نقطه انه كان دقيقتين وقت بدل ضايع. الدفع هنا واضح من اللقطه دي. ماشي اوكي. انا هنا لما جيت حللت في الكره دي ووقفت عند دفعه سيف الجزيري. نعم. وما بعد ذلك خلاص. خلاص مش عشان في خطا من الاول، الخطا الاول ده هو اللي ادى لاحتساب ركله الجزاء. نعم. فانا لما جيت حللت هنا، واعتقد كابتن حضرتك تأيدني في الكلام، في خطا على سيف الجزيري، يبقى في خطا على مهاجم نادي الزمالك وخلاص. وهنا طب دي بلاك ولا وايت ولا بتاعت سيف الجزيري؟ وايت بالنسبه لي انا. وايت حضرتك يا كابتن، احنا مش هنتكلم، احنا بنتكلم على ركله الجزاء. انا الوايت والبلاك لا، ما الخطا خلاص. ما هو الاهلي دخل فيه جون من الاسماعيلي، اتكلمنا على ركله الجزاء، وبعدين راحوا راجعين للفاول اللي في نص الملعب عند ديانج. فانت جبت فاول في نص الملعب، فبالك لعبه قبلها بنص ثانيه. في حضور رئيس لجنه الحكام كان لعبه بطلها نادي الزمالك وحسام عزب الحجاج في الفار، كان التأكيد على القرار الغلط لحسام عزب حجاج اللي دايما تدخلاته كانت غير موجودة، ولكن المرة اللي كان غير موجود فيها تخص النادي الأهلي برضو احنا تقريبا الموضوع أكبر من الحظ يعني. خلينا نروح نشوف شغل حسام عزب في مباراة الأهلي وادي دجلة الموسم الماضي اللي هو ما قامش بشغله. يعني حسام عزب ما جاش برضو في المباراة دي. نشوف اللقطة دي ونرجع عشان عندنا تعقيب مهم على التحكيم هذا الموسم. الأهلي هنا واضح جدا من لاعب دجله وهو بيشد لاعب الاهلي، وهتلاقوا اللاعب حتى يعني مش بيقع للامام، لو هو بيمسك ليه بيقع لورا، معناها ان الشد يعني جابه عكس اتجاهه، فبالتالي هنا طبعا هنا الخطا وداخل منطقه الجزاء، كانت لابد الخطا موجود وركله الجزاء يعني. والفار فين يا كابتن؟ ما هو الفار ما شافش خلاص بقى. للامانه انا راجل متسق مع ذاتي، مش هقدر اقول حسام عزب هنا بيكيل بمكيالين وعنده معايير مختلفة ما بين الأهلي والزمالك والإسماعيلي. أنا اللي أنا أقدر أقوله من خلال الحالات اللي تم عرضها إن حسام عزب ما بيجيش الشغل. حسام عزب بيمضي حضور وبيمشي. ده اللي أنا أعرفه. لما يكون الحالات دي في ثلاث مباريات حسام عزب طرف أساسي فيها، ما ينفعش نقول إن هو أصلاً بيشتغل. لو في تناقض كنت أقول هو كده عنده معايير مختلفة، لكن ده حكم ما بيجيش الشغل. لا هو ما بيتدخلش. بس في تناقض إن لعبتين استفاد الزمالك والإسماعيلي، إنما موجود. إحنا طب يعني لو اللعبة لصالحنا تعتقد ان مهنة مهنة عشان اقول ان مكنتش هتلاقيه؟ لا، لما يحصل التناقض أبقى أقول جايب التناقض، لكن اللي أنا شايفه ده إن حكم ما بيحضرش. في يا جماعه مشكله ان الحكم ده ما بيحضرش غرفه الفار، فحد يراجع وراه بعد اذنكم عشان لو بيوقع حضور وبيمشي. نروح بقى لنقطه مهمه جدا حصلت مع الكابتن سعد سمير لاعب نادي فيوتشر، ودقيقتين كده من الخيال ما بين محمد معروف وسعد سمير، وشبح زكريا الوردي يبدا يطارد محمد معروف في اللقطه دي. خلوني استعرض ده اول انذار لسعد سمير، هجمه واعده، تدخل واضح جدا بانذار، خد الانذار الاول. في الشوط الثاني هات لي اللقطه اللي بعدها. الله ينور عليك. دي لقطة لو إن غيرت لك لون التيشيرتات هتعرف إن دي زي شبيهة بكل تأكيد بمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا. هات لي التدخل بقى بوضوح من كابتن سعد سمير، تدخل واضح، هجمة واعدة، إنذار تاني، بس ما طلعش في توقيتها. ارجع لي بقى الأول كده يا عمارة بعد إذنك، ليه ما رجعش في توقيتها؟ هو ده بقى الشبح زكريا الوردي اللي بيطارد محمد معروف. محمد معروف آخر مباراة حكمها كانت مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، فيها لقطة لزكريا الوردي تغاضى عن طرد زكريا الوردي ومنحه الإنذار التاني. في اللقطة دي قعد دقيقتين على ما ادى سعد سمير إنذار تاني. ليه؟ قعد يفكر. أنا بين حاجتين دلوقتي،
لو انا طلعت الانذار على طول لسعد سمير الله طب ما كان فين انذار زكريا الوردي؟ صحيح. طيب لو انا ما طلعتش الانذار لسعد سمير وعديت القصه دي هروح لرئيس لجنه الحكام يقول لي هو انت مش لسه موقوف عشان لقطه زكريا الوردي؟ فخد دقيقتين اعرض لي بقى لقطه زكريا الوردي اللي تغاضى عنها محمد معروف. دي لقطه زكريا الوردي اللي جابت يعني كانت بتساهم بشكل كبير في حاله الاكتئاب اللي تعرض لها زكريا الوردي، ربنا يعافيه يا رب ويشفيه ويفرج عنه. دي كانت نفس اللقطه لمحمد معروف. اذا محمد معروف قعد دقيقتين عشان يطلع انذار وراح لدكه الاتحاد السكندري ومنح انذار لاحد اعضاء الجهاز الفني ودماغه مشغوله بحاجه واحده، شبح زكريا الوردي، هعمل ايه مع سعد سمير؟ هطبق القانون ولا تغافل زي زكريا الوردي؟ فاصبح بين مطرقه وسندان، فتم اكتشاف محمد معروف في لقطة شبيهة. سبحان الله يا جماعة والله الأخطاء التحكيمية اللي بتحصل لما بيطلع تصريحات تقول لك أصل لو في الدوري الأوروبي فتيجي تاني يوم تلاقي لقطات بتكذب ما حدث من التحكيم المصري، يجي نفس الحكم لما يكون في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا مع عودته تحصل نفس اللقطة فقراره يتغير. هو ده التحكيم المصري وهي دي قصتنا مع التحكيم المصري. ولكن يبقى دائما وابدا النادي الاهلي لا يوجد لديه شماعات يعلق عليها اسباب الفشل، ولكن يوجد لديه اعلام قوي يوضح النقاط دي، مش اعتراضا فقط لغير، لا ده كمان محاوله لتغيير الواقع، لان النادي الاهلي بالظبط ليس بضعف، النادي الاهلي متصدر الدوري، النادي الاهلي بيتكلم هو وهو فايز. يعني هختم معاكم عشان باقي دقيقة على مباراة فرنسا وانجلترا، وفرنسا متقدمة 2-0 2-1، نشوفكم على خير، والأهلي دائما منتصرا، الأهلي فوق الجميع.